صاحب هي. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الفل عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلاص بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة. ولادنا دلوقتي في أغلب البيوت أو كل بيت في حد داخل على امتحانات الثانوية العامة، بيبتدي الاستعداد للماراثون ده، بيدخل المعسكر ويبتدي يكثف كده من المذاكرة عشان امتحانات الثانوية العامة. هنلاقي في حالات كتيرة جدا حالة من حالات التوتر عند بعض الأهالي وبعض الأسر، وكأن الثانوية العامة دي هي نهاية العالم. هي طبعا نقطة تحول مهمة جدا في حياة أي إنسان، لكن مش لازم يبقى في حالة من حالات الشد ورفع الطوارئ زيادة عن اللزوم، لازم يبقى في حالة من حالات الهدوء والراحة. هنا لازم نقول كلمة ونوجه رسالة لكل الأهالي ولكل الأسر، يا جماعة بلاش شدة أعصاب، لازم توفروا لأولادكم بيئة صحية ونفسية يعني كويسة جدا وعلى أعلى مستوى، وإنه إن شاء الله كل حاجة بتعدي والامتحانات هتعدي، ولازم يشعر كده الطالب المقدم على امتحانات الثانوية العامة بالثقة وإنه قادر يتخطى السنة المهمة دي في حياته. بالضبط يا محمد، لازم يكون حاسس بالثقة ولازم يكون حاسس بالدعم وحاسس إنه أسرته واقفين وراه في أي حال من الأحوال طول ما هو عامل اللي عليه. الحقيقة إنه أهم إشكالية بتواجه الاستعداد للثانوية العامة هي القلق والحالة العصبية والتوتر اللي بيبقى موجود عند كتير من أولياء الأمور. عشان كده دايما بنحاول نقول اهدوا، حاولوا توفروا بيئة هادية لولادكم في البيت، حاولوا تدعموهم وتزودوا وتدعموا ثقتهم في نفسهم. الثانوية العامة محتاجة جو هادي جدا عشان ولادكم يقدروا يعدوا المرحلة دي بأمان وهم مطمنين. مش مطلوب مننا أبدا كأولياء أمور إننا نكون فوق دماغهم عشان يذاكروا طول الوقت ويكثفوا من نشاطهم ويعملوا اللي عليهم وإن هم يركزوا بشكل كبير جدا طول الوقت، لأن ده ما ينفعش أصلا يجي بالضغط. ده لازم يجي ويكون نابع من الطالب نفسه لما يكون هو مطمن ومدعوم نفسيا من أسرته. فكل اللي علينا كأولياء أمور إن احنا نهيئ لهم الجو الهادي ده وإن احنا نزود ثقتهم في نفسهم وإن احنا نحاول ندعمهم. على فكرة حتى لو مثلا ابننا ما ذاكرش كويس، ما لحقش يلم المنهج، على قد ما نقدر نحاول بس ما نرعبوش وما نخوفوش وما نوتروش. لا، هنعمل اللي علينا، واه هنعمل المعسكر، واه هنذاكر بشكل مكثف اكتر وهنشوف نقدر نعمل ايه، بس من غير الضغط وتأنيب الضمير طول الوقت، وبلاش الضغطة دي. صحيح. عارفة جمانة ومشاهدينا ان التوتر ده بيجيب نتيجة عكسية، بيجيب نتيجة سلبية، بيخلي الطالب وهو رايح الامتحان مش مركز ومش عارف يجاوب إجابات سليمة وصحيحة. في توتر كده بيسموه التوتر الصحي، القلق الصحي، انه طبعا دي سنه مهمه جدا، سنه بتتوقف عليها حياه الانسان بعد كده، اختياراته والكليه اللي هيخشها، لكن التوتر الصحي ده بيخليه يذاكر كويس ويحصل دروسه بشكل جيد بعيدا عن حاله البانيك كده وبيسموها الفزع من امتحانات الثانويه العامه. زمان كانوا دايما يقولوا كده ان الثانويه العامه جمانه هي البعبع اللي دايما في كل سنه معتاد، ودايما في تاريخنا وتراثنا كده السنين اللي فاتت كلها دايما اول ما نخش كده في شهر 5 و6 يا امتحانات الثانويه والبعبع ولازم نذاكر وعنق الزجاجه والعالم كله كأن السنه دي او الامتحانات دي بعديها العالم كله هيتغير، ما هياش نهايه العالم. انا كنت من الجيل على فكره اللي كان بالنسبه لنا الثانويه العامه كانت فعلا شيء مرعب وكانت نهايه العالم وكان في معسكر في البيت و...
كل الكلام ده كان حاصل، بس كانت الفكره ان انا يمكن انا كنت ببقى شويه يعني طول السنه لا بذاكر، فما كانش عندي البابا ده قوي، مع ان برضو على فكره كان عندنا نفس المشكله دي في البيت، التوتر. صحيح. يمكن ماما كانت متوتره اكتر من بابا، فكانت شويه شده الدنيا، بس بابا لما كان يلاقيه متوتره جدا من امتحان خلاص اللي حصل حصل ان شاء الله والله، فكان دي بالظبط كانت الدنيا بتبقى اهدى شويه. بس انا يمكن عشان عديت فعلا بالتجربه دي وقت ما كانت الثانويه العامه كانت حاجه مرعبه جدا، انا حاسه بيكم يا جماعه. انا عديت بيها جمانة كاب يعني مع بنتي السنه اللي فاتت، وحاولت اعمل يعني زي ما باباكي عمل الله يرحمه، ان هو يبقى هادي مع بنته وكل حاجه، لكن غصب عننا للاسف دايما بيبقى في حاله التوتر دي، يعني خشي ذاكري دلوقتي خلاص فاضل قد ايه على الامتحان، لميتي المنهج ولا ما لميتيش المنهج، الاسئله اللي احنا معتاده دايما بنسمعها في بس انت بتوترهم ولا لا؟ الصراحه انا كنت لا جت في الفتره بوتر يعني برضو لازم يبقى في شد شويه، لكن الشد ده محسوب ما يوصلش لحاله من حالات القلق، يحسوا بالموقف بالزبط. يعني يبقوا على بالظبط، يبقوا على زي ما بقول كده على مستوى الحدث يعني، مش على مستوى القمه مش منفصلين يعني مش مهونينها قوي برضو بالزبط. بس مش رعب. وبعدين لازم برضو تفهمهم حاجه انه الهدف ايه بالزبط. يعني هل الهدف ان انت تبقى احسن من بنت خالتك واحسن من بنت جارتنا اللي فوق، ولا صعبة جدا، ولا عشان انت تنجح وتحقق اللي نفسك فيه وتدخل الجامعه اللي انت عايزها؟ وبعدين في ناس كتيره جدا في حياتنا ما جابوش مجاميع كبيره قوي في الثانويه العامه، بنسمع كده ارقام فلكيه وخياليه في الثانويه العامه ما كناش بنسمعها زمان، واصبحوا عباقره وناجحين جدا، وفي ناس عباقره حتى ما حصلوش على شهاده الثانويه العامه. فهي الفكره انه القيمه الشخصيه او ازاي سمات الشخصيه، ازاي كل واحد يتعرف على قدراته فعلا، وانه ازاي يقدر يقدم حاجه او يضيف حاجه جديده لمجتمعه ولحياته، ما هياش نتيجه وشويه درجات وشويه ارقام بالظبط. يعني بطريقتهم يعني في ناس مثلا بتذاكر وهي بتكتب، في ناس تانية بتذاكر بالسمع ان هي تسمع بصوت عالي. صحيح. في ناس تحب تذاكر في مكان بره، في ناس تحب تذاكر وهي بتسمع موسيقى، في كل مريح. واحد بالظبط كل واحد ليه طريقته في المذاكره، فحاولوا تسيبوهم يذاكروا بطريقتهم برضو، انه في اولياء امور لا انت انا متعودت ان انا اذاكر بالكتابه فانت تذاكر بالكتاب، انا اتعودت ان انا لازم اسمع فانت لازم تسمع، في ناس ذاكرتها مثلا بصريه، في ناس ذاكرتها سمعيه. وبعدين اللي كان في جيلنا مختلف، الاجيال مختلفه، يعني اللي انا كنت بعمله ايام الثانويه العامه غير ما اولادي هيعملوا، نمط التعليم كمان اختلف اصلا، ايقاع الحياه اختلف بشكل كبير. بالمناسبه دي او بمناسبه امتحانات الثانويه العامه، وبلاش نقول كلمه البعبع دي كتير النهارده في صباح الخير يا مصر، هنناقش الموضوع ده، هنناقش الموضوع ده، هي حلقه كمان موجهه ممكن ابنائنا واولادنا من طلاب الثانويه العامه يتابعونا النهارده. صور الامتحان، شكل الامتحان تحديدا ما يعرف بالاسئله المقاليه، ازاي الطالب يقدر من خلال هذه الاسئله اللي ممكن تيجي له في الامتحانات انه يجاوب اجابات مفهومه وواضحه ومتوافقه بشكل علمي وصحيح مع السؤال المطروح. السؤال ده مهم جدا، ثقافه السؤال، السؤال نصف الاجابه، ازاي احط سؤال صح من جهه المؤسسه التعليميه، وازاي انا كطالب اجاوب في ورقه الاسئله على هذا السؤال. استنونا النهاردة على مدار الحلقة فقرة مهمة جدا لطلابنا وأولادنا عن الثانوية العامة، وطبعا معنا فقرات تانية كتير ومتابعة إخبارية لأهم ما يدور في الشارع المصري. نصبح على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر. خلينا دلوقتي نصبح على زميلتنا هلا الحملاوي ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا هلا. يا صباح الخير والسعاده يا محمد، صباح الخير والسعاده عليك يا جمانه وعلى كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هلا. في انخفاض طفيف في درجات الحراره؟ لا يعني شويه حر النهارده، يعني درجه الحراره في القاهره النهارده 30، ده يعتبر شويه حر. انت عارفه المشكله ايه؟ بس بالليل. ما هي دي بقى المشكله. كنت لسه هقول لك ان في فرق درجات ما بين الصبح وبالليل، انا بتكلم على بالليل الوقت المتاخر. مش بالليل بتاع 8 بالليل، لا بالليل اللي هي ساعات متاخره من الليل ووقت الفجر اللي احنا بنيجي فيه ده، شويه انخفاض لسعه برد كده بسيطه يعني. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم في جوله سريعه دلوقتي عن احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون شويه حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، كمان في نشاط للرياح احيانا قد تكون مثيره للرمال والاتربه على الصحراء الغربيه وشمال الصعيد، مع وجود فرص لامطار خفيفه على السواحل الشماليه. درجه الحراره في القاهره النهارده 30، اعلى درجه حراره هتكون في اسوان 43، واقل درجه حراره في مطروح 23 درجه. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شويه.
مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا كعادتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها السيد انتصار السيسي وحرم سلطان عمان قاموا بزيارة لمستشفى 57-357 دعما للأطفال. والحكومة أكدت أيضا أنه لا صحة لانتشار عصابات بالمحافظات تختطف الأطفال لسرقة أعضائهم. كمان معنا مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع المرور العربي اللي بيهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور. تفاصيل أكتر هنستعرضها لحضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقدمت بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان على مشاركتها في زيارة مستشفى 57-357 ودعمها لأطفالنا المرضى شفاهم الله. أيضا تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم اللي بيمثل الأمل والحياة لأطفالنا اللي بيواجهوا المرض الخبيث. وجاء ذلك في منشور للسيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن المنشورات المتداولة مزيفة وبيتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام 2017 ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها. امبارح شاركت وزارة الداخلية في أسبوع المرور العربي اللي بيهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور، وحققت الوزارة خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية لتعتمد أكثر على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات، فضلاً عن جهود التوعية بقواعد المرور. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. معانا إنشاء أول مكتبة عامة في واحد الدخلة بالوادي الجديد، وأول مطار أو مطار مرسى علم كمان هيستقبل لأول مرة 8 رحلات دولية أوروبية سياحية. كمان في محافظة الغربية تم استفادة 135 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة في محافظة الغربية، وتوريد 68,597 طن قمح لصوامع وشون الأليوبية، وحصاد 25,000 فدان. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها أن إدارة مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية أعلنت عن تسيير خطوط أتوبيسات نقل عام من وإلى المطار ومحطة الرمل، وده للتيسير على المواطنين والركاب، وهيجري التشغيل التجريبي لخط أتوبيس نقل عام اعتباراً من يوم الاثنين المقبل ليصل المطار 2 ظهراً ويغادر 4:30 عصراً لمحطة الرمل. محافظة الوادي الجديد بتشهد تجهيز أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة تمهيداً لبدء أعمال الإنشاءات بعد الاستقرار على أنسب المواقع القريبة من الكتلة السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين واعتماد المخصصات المالية اللازمة لأعمال الإنشاء. مطار مرسى علم الدولي استقبل 8 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 162 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الأسبوع، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها 8 رحلات طيران بينها 4 رحلات من التشيك ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بولندا ورحلة داخلية. مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية كشفت أن هناك 135 ألف أسرة مستفيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة، وبيتم التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال السيستم الخاص اللي وضعته الوزارة، واللي بيضم عدة معايير واشتراطات يجب توفرها لدى الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش، وعقب التقديم بيتم فحص الطلبات، وفي حال عدم توفرها بيتم الاستبعاد فوراً. محافظة الأليوبية أعلنت انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 68,597 طن من القمح للصوامع والشون والبناكر، وسط متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين.
في سماء الأقصر حلقت 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1200 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية من زائري المدينة، وانطلقت رحلات البالون الطائر تباعاً في مجموعات مع اللحظات الأولى لشروق الشمس من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر. واستمتع السائحون من على ارتفاعات وصلت ل 1500 قدم من سطح الأرض بأجواء الأقصر الطبيعية الخلابة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ أعلنت قطع مياه الشرب عن مدينة دسوق وقرى مركز دسوق ومجلس قروي شبة والعجوزين، وذلك غداً الأحد من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً بسبب تنفيذ الشركة عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمحلة أبو علي. نروح لفصل سريع ونرجع من بعد ونستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل بقى الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة نشاط للرياح أحياناً قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة وفي أي ظواهر جوية متوقعة النهاردة؟ احنا طبعا بعد الارتفاع اللي شهدناه في قيم درجات الحراره خلال الايام الماضيه وايضا نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه في معظم المحافظات، وده كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، هنبدا من اليوم نتاثر بتوزيعات ضغطيه مختلفه تماما. هنبدا نتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سحب منخفضه متوسطه فتساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه هيبدا يختلف، يكون كتل هوائيه معظمه شمالي قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فمن النهارده قيم درجات الحراره تبدا تنخفض بشكل تدريجي بمعدل من 4-6 درجات عن اليومين الماضيين، هنكون حول المعدلات الطبيعيه ويمكن كمان في بعض الايام في هذا الاسبوع تكون قيم درجات الحراره اقل من المعدلات. اليوم تحديدا العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه بانخفاض 4 درجات عن امس، فبالتالي اليوم الاجواء تكون اجواء ربيعيه حاره فتره النهار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، اجواء معتدله في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، تبقى شديده الحراره في محافظات جنوب الصعيد ده فتره النهار وتحديدا في وقت الظهيره مع وجود اشعه الشمس. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس يمكن احنا لاحظنا الليلتين اللي فاتوا ان قيمة درجات الحرارة الصغرى مرتفعة، لكن متوقع الليالي اللي جاية ان شاء الله ان تحصل انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى، نرجع تاني للجو اللي فيه بعض البرودة فترة الليل المتأخر او فترات الصباح الباكر، الاجواء ترجع تاني اجواء مائلة للبرودة خاصة في المحافظات الشمالية وخاصة كمان في اوقات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، لان كمان ايضا اليوم متوقع ان يكون في نشاط لرياح في اغلب محافظات الجمهورية، سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة، ده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره، هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالبروده فترات الليل، لكن هيكون مثير للرمال والاتربه في المحافظات الجنوبيه، يعني احنا هنلاحظ ان المحافظات الشماليه خلاص الاتربه والرمال المثاره زالت من عليها تماما، هتبقى الاتربه اليوم في الاماكن المكشوفه في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد، يعني المنيا، اسيوط، الاقصر، اسوان، الاماكن اللي هيكون عليها اتربه ورمال مثاره، ومتوقع استمرار كمان الاتربه والرمال المثاره معانا بكره الحد والاثنين ان شاء الله. برضه في الصعيد ولا كمان في القاهره يا دكتوره منار؟ لا في الصعيد فقط، في محافظات شمال الصعيد هي اللي هيكون عليها اتربه ورمال مثاره، المحافظات الشماليه بما فيهم القاهره مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره، كمان هيكون لسه في استمرار للمنخفض الجوي اللي بيأثر علينا ففرص الامطار هتظهر بكره الحد
والاثنين على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمالي الوجه البحري، وده دلالة أكتر إن احنا إن شاء الله الأجواء خلال الأيام اللي جاية تكون أجواء ربيعية بامتياز في معظم المحافظات. لكن هنخلي بالنا طبعا مهم جدا من نوعية الملابس، لسه بنأكد تاني على نوعية الملابس خلال فترات الليل صحيح. أو فترات الصباح الباكر، بفضل ما تكونش ملابس طبعا صيفية بشكل كامل تجنبا لنزلات البرد. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية في المحافظات الجنوبية يفضل طبعا واحنا خارجين نرتدي الكمامات، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق، وطبعا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن دايما فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة واللي بيحصل فيه تغير في خرائط الطقس وأيضا ممكن التنبؤات الجوية في أي وقت. لكن على مدار هذا الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 28 ل 30 درجة مئوية، فاحنا كمان خلال الأيام الجاية هنحس أكتر بالاعتدال في الأجواء، وفترات الليل هيكون فيها البرودة، لكن إن شاء الله مفيش أي تقلبات جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية. إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى 18، وأيضا في العاصمة الإدارية 30-18، الإسكندرية 24-17، والعلمين الجديدة 24-16، مطروح 23-14، دمياط 25-18، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-17، في السويس 30-18، وفي العريش 27-15، كاترين 30-12، وطابة 32-19، حلايب 35-22، وشلاتين 36-22، شرم الشيخ 36-23، والغردقة 37-22، أما في الفيوم فالعظمى 32 والصغرى 17، نفس درجة الحرارة في بني سويف 32-17، في الوادي الجديد 39-22، وأسيوط 35-19، سوهاج 38-22، وإنا 42-24، الأقصر 42-24 أيضا، وأسوان 43-25. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هال. شكرا مشاهدينا، دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق أول الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 33 باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مملكة البحرين. بيناقش الاجتماع عدد من مشاريع القرارات اللي هيتم رفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. النهاردة هيعرض نادي السينما المستقلة اللي بيقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية 3 أفلام ضمن فعالياته في 8 مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. الأفلام الثلاثة المقرر عرضها ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة هي الفيلم التسجيل القصير رحال للمخرج يوسف شعبان، وفيلم حتة سكر للمخرج محمد علي طه، والفيلم الروائي القصير يوم الأجازة للمخرج ياسر سعيد. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة فولهام مع مانشستر سيتي الساعة 2:30 الظهر، ومباراة برايتون مع نيوكاسل يونايتد الساعة 5 العصر، وفي 7:30 مباراة نوتنغهام فورست مع تشيلسي. لعشاء الكرة المصرية أيضاً موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، هيلتقي المقاولون مع الاتحاد في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام السابعة هيلتقي المصري مع بيراميدز، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع بلدية المحلة. انطلقت بطولة العالم للسكواش 2024، واللي بتستضيفها مصر بمجموع جوائز يصل إلى 565,000 دولار للرجال وكمان زيهم للسيدات. بتشارك مصر في البطولة العالمية بفريق مكون من 40 لاعب ولاعبة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر من الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش الموجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. طيب في البداية نتعرف من حضرتك على تفاصيل منافسات البطولة، الأعمار اللي بتشارك في المنافسات. هي البطولة للعمومي للرجال والسيدات، يعني مش ما فيهاش أعمار، يعني كلهم كبار، يعني مفيش ناشئين يعني، بس في اولاد صغيرين شاركوا في البدايه في التحضيرات بتاعه البطوله علشان يديهم فرص انهم يحسنوا الترتيب بتاعهم.
البطولة هي يعني بتيجي في ختام الموسم الطويل اللي الولاد بيأدوه، يعني اللاعبين سواء المصريين أو الأجانب. فهي السنة فاتت في أمريكا، السنة دي في مصر. البطولة مهمة جدا، جوائزها حوالي 600,000 دولار. يشترك فيها حوالي 180 لعيب من حوالي 18 دولة. جميل. المصريين فيهم فيها حوالي 40 لعيب او اكثر شوية. بتحدد المراكز بقى وبتحسن مراكز بالنسبة للعيبة، عشان خاطر السنة الجاية يبتدوا الموسم بالمراكز الجديدة اللي هم حصلوا عليها في البطولة. عارفين يا استاذ عاصم ان مصر ليها تاريخ مع السكواش، يعني احنا دايما عندنا كده انجازات رياضيه ولعبه السكواش مميزين فيها جدا الفتره الاخيره. الحمد لله رب مصر يعني استضافت عدد كبير من البطولات العالميه. كلمنا عن سر اختيار مصر دايما لتنظيم هذه البطولات، وتحديدا البطوله دي بطوله العالم للسكواش، والمقومات اللي بتخلينا دايما يعني نكسب شرف استضافه مثل هذه البطوله. هو زي ما انت قلت، يعني مصر يعني زي ما تقول هب السكواش العالمي، يعني يعني اللي عايز يجي يلعب سكواش بيجي يلعب في مصر. فالبطولات حتى البطوله دي بيختاروها مش بالترتيب، يعني هو يعني عارف الموقع المتميز بتاع مصر وانها في وسط العالم. فاللعيبه يعني لو قلت انها في استراليا هيضربوا مشاوير كبيره، و لو قلت حتى انها في امريكا التذاكر بقت غاليه. فمصر الحقيقه تمتع اولا بالجو الرائع، شايف الجو رائع، واحنا كمان مختارين كابتن كريم ده اللي هو المنظم بتاع البطوله، عامل النهائي في متحف الحضاره، مكان جميل جدا، وبتتلعب في احد المنتجعات في الشيخ زايد الادوار التنفيذيه. فكل ده بيدي مصر الاولويه انهم يختاروها انها يعني تنظم البطوله دي. طبعا التنظيم زائد الملاعب الرائعه، كل دي مميزات يعني الحقيقه بتحط مصر تمام على الاختيارات في البطولات الكبيرة دي. هايل. طب يا فندم برضو لو تعرفنا على عدد الدول اللي بتنافس في البطولة، تقريبا عددها وصل لكام؟ مين أبرز الدول المشاركة في البطولة؟ عدد اللاعبين واللاعبات اللي هنستضيفهم حوالي قد إيه؟ الجاهزية إزاي استعدين؟ لو تدينا تفاصيل أكتر يا فندم. إحنا حوالي مستضيفين، هم اللعيبة بيجوا على حسابهم، بس هم تقريبا مجموعة 180 لاعب ولاعبة بيلعبوا على في الادوار، يعني لغايه ما يوصلوا الادوار النهائيه. من حوالي 18 دوله، منهم امريكا وانجلترا وماليزيا وهونج كونج والصين، ويعني معظم دول العالم اللي هي 180 لاعب ولاعبه. لو اكيد بيبقى متهيألي في كمان يعني فريق لكل لاعب ولا لا؟ لا، ده لعبه فرديه دي. لا ما اقصدش فريق، اقصد مساعدين او حاجه، يعني بيكون معاهم يا 180 فرد فقط ولا بيكون في اشخاص تانية معاهم مرافقين ليهم؟ لا، ممكن يكون عندهم المدربين بتوعهم، يكون معاهم الاطباء بتاعت الفيديو معاهم برضو، يعني الى حد ما بيبقى ليهم مرافقين، يعني واحد او اثنين لكل لاعب، يعني عشان المصاريف والحاجات دي. يعني ما اعتقدش الفريق، هي مش بطولة فرق، يعني هي بطولة فردية بحتة. بس يعني طبعا الجو حلو، اللعيبة مستمتعة جدا بالجو ومستمتعة بالمكان، وشايفين ان التنظيم يعني على اعلى مستوى. فالحمد لله، يعني ربنا اولادنا برضو يفرحونا. اولادنا دايما في السكواش بيفرحونا، ودايما زي ما كنا بنتكلم مصر متميزه جدا في اللعبه دي على مستوى العالم. عايز اسال حضرتك استاذ عاصم، يعني بطوله العالم للسكواش اللي بتستضيفها مصر، ازاي ممكن تكون فرصه للدفع بوجوه جديده، اكتشاف وجوه جديده في عالم السكواش؟ احنا عندنا يعني ابطال في اللعبه دي، ازاي ممكن يعني ندعمهم، وازاي ممكن يكون ليهم فرصه للمشاركه في بطوله العالم للسكواش؟ ده
اللي انا قلته لك في اول الحديث انه البطولات دي يعني حتى القوانين بتاعتها والرولز بتاعتها بتضمن ان انت تشارك اللاعبين صغار اللاعبين في اول الادوار عشان يقدروا انهم يحصلوا على ارقام يعني يحسنوا بيها ترتيبهم. فبيبقى كل دوله يعني بتحاول انها تدفع بالصغارين بتوعها. احنا دفعنا في حوالي 4 أو 5 بنات واولاد، والحقيقه اللي قدر ان هو يتجاوز ده بتبقى بطوله قويه جدا. اللي قدر يتجاوز حوالي 2 أو 3 وبيقدروا يحسنوا السكور بتاعهم اللي هو يخليهم يعني يبقى ليهم ترتيب، بس طبعا ما بيقدروش يكملوا لان المستويات الفنيه صحيح بتبقى هم بيبقوا لسه صغيرين والمستويات الفنيه بتبقى مرتفعه جدا. فدي بتبقى فرصه بس انهم يشاركوا ويلعبوا الادوار التمهيديه وبعدين بعد كده يشاركوا في بطولات ثانيه اكبر علشان خاطر او يعني بطولات ثانيه في اماكن ثانيه علشان ترتيبهم يبقى بنفس الطريقه يتحسن كل يعني. طيب يا فندم، يعني مصر مشاركه ب 40 لاعب ولاعبه، ازاي بيتم اختيار الابطال المنافسين المشاركين في البطوله؟ ايه المعايير اللي بيتم على اساسها اشتراطها في المشاركين؟ كمان ابرز او اهم او اصعب المنافسات اللي هتكون موجوده؟ لا، هي دي بطوله مفتوحه. هي علشان جوائزها كبيره فهي ما بيقدرش كل لاعب يشارك فيها الا لما يكون وصل لمستوى معين. اختيار فيها منظمه اللاعبين المحترفين هي اللي بتختارهم. في قواعد يعني منظمه للاشتراك. بعد ما بيشتركوا ده بيخليهم انهم بيضمن لهم وجودهم في البطوله، يعني مش كل واحد بيقدر يشارك في بطوله العالم. جميل. استاذ عاصم، هم مستوياتهم بس مثلا يقدروا السكور بتاعهم اداهم نتيجه انهم يشاركوا فبيشاركوا. طيب. انما فيما بعد بيبقى في ناس يعني لعيبه ثانيه لهم احقيه في انهم يشاركوا في بطولات اقل. جميل. ده نظام وكمان مصر على موعد مع يعني تنظيم بطوله سكواش للناشئين الفتره اللي جايه كمان. كل التوفيق طبعا لابطال السكواش في مصر، وبشكرك شكرا جزيلا استاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش. نروح لموضوع آخر، ويعني لأول مرة ومواصفات خاصة تم إنشاء أول حضانة في 1 سيوة على الطراز البيئي. تم إنشاء مبنى الحضانة بما يتناسب مع طبيعة المناخ بسيوة كنموذج جديد بيراعي الالتزام بالنظام البيئي وطبيعته الجافة والحارة في 1 سيوة. شيء جميل جدا. طبعا. عايزين نعرف تفاصيل أكتر إزاي ده حصل وتم. معانا على الهاتف دكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح. بنرحب بحضرتك معانا على الهواء وصباح الخير يا مصر. صباح النور وأهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما على طول مصر منورة بيكم. أول حضانة في 1 سيوة على الطراز البيئي، احكي لنا القصة. طبعا هي اول حضانه موجوده في سيوه فعلا على الطراز البيئي، معموله كلها بمكونات البيئه وهي فعلا صديقه للبيئه. يعني انت لو درجه الحراره بتاعتها بتبقى على طول، مش محتاجه تكييف، مش محتاجه مراوح، ممكن طبعا البيئه في مجتمع السيوه هي بيئه حاره جدا. تمام. هتقدر تتصاب الاطفال في المرحله العمريه من سن 2 أو 3 سنين لحد سن 6 سنوات. تمام. الحضانة دي أول حضانة تتبنى فعلا على النموذج البيئي، وتتوالى بعد كده إن شاء الله إنشاء الحضانات على هذا النموذج. بالنسبة بمعنى إيه النموذج البيئي عشان نوضح للسادة المشاهدين؟ هي حضانة صديقة للبيئة، كل خاماتها من الخامات البيئية اللي موجودة في المجتمع السيوي. طيب يا فندم، بالنسبة للطاقة الاستيعابية أو عدد الأطفال اللي تقدر الحضانة تستقبلهم قد إيه تقريبا؟ هل تم افتتاح الحضانة للتدريس بيها ولا لسه؟ لا، بالنسبة للحضانة لم يتم الافتتاح لسه، في انتظار إن شاء الله معالي الوزيرة إن شاء الله عشان تفتتح الحضانة.
الحضانه لسه بنبدا فيها التجهيز بتاعتها بالنسبه للتجهيزات الداخليه ان شاء الله باذن الله، وخلال شهور هيتم افتتاحها باذن الله. تمام باذن الله. طب عدد الاطفال المتوقع ان الحضانه تستقبلهم، وهل بس من ابناء سيوه ولا كمان من ابناء الواحات المجاوره والاماكن المجاوره؟ لا، من أبناء الواحات المجاورة، هي خاصة بسيوة فقط. يعني أبناء سيوة فقط. لأن إحنا تم إنشاء مجموعة من الحضانات وفق للبرنامج الرئاسي 7 حضانات، وهي تعتبر الحضانة النموذجية اللي على التراث البيئي اللي معمولة بس فقط في سيوة. طب يعني في عامل آخر مهم جدا يا فندم، هو عامل الأمان في الحضانة، هذه الحضانة يعني إنه خاصة أي حضانة لازم يكون فيها عوامل أمان بشكل وبيكون ليه قواعد معينة، تكلميني على الموضوع ده اكتر يا فندم. طبعا هي معموله طبعا حتى الاماكن اصلا مخصصه، معموله بامان، معموله بنظام، هتبقى في كمان نظام الحمايه المدنيه عشان الاطفال، كل ما هو مخصص للولاد للحمايه بتاعتها، سواء المكان من بره، الحراسه، كل الاماكن خاصه بالاطفال نفسها. تمام. طب استاذه دكتوره دار السلام، حابين نعرف اكتر من حضرتك على ازاي اطوع كده المفردات اللي موجوده في البيئه عندي في واحد سيوة، عشان ارفع ثقافه الوعي لدى الاطفال اللي موجودين باهميه البيئه واهميه الحفاظ عليها. ده ممكن يتم ازاي، ودوركم كمان في مديريه التضامن الاجتماعي بيكون ازاي؟ دورنا ان احنا بنخلي الاطفال ازاي يحافظوا على البيئه، يحافظوا على المكونات البيئيه نفسها، التراث البيئي نفسه، سواء المشغولات، الحاجات اللي هي المفروض تتعمل يدويه الخاصه بالمجتمع السيوي نفسه. بتقدموا مبادرات يعني حابين نتعرف اكتر على المبادرات اللي بترفع الوعي ده لاطفالنا هناك ازاي؟ من خلال الرسومات، من خلال اماكن التشغيل اللي عندنا، من خلال مؤسسات المجتمع المدني. عندنا مؤسسات المجتمع المدني نشطه جدا في الموضوع دوت، ان هي بتحافظ على التراث البيئي. طب دكتورة دار السلام، يعني مين اللي هيكون قائم على تشغيل الحضانة، والحضانة هتستقبل أطفال من سن كام لكام، الكادر كمان اللي هيدرس في الحضانة أو هيكون موجود في الحضانة؟ لو حضرتك تقول لنا كمان تفاصيل عن النقطة دي. الكادر اللي موجود، احنا لسه لحد دلوقتي الحضانه لسه ما بداناش التشغيل، احنا لسه في البناء بتاعها، الاكتمال البناء والاساس بتاعها، هنبدا بعدها نحط خطه للتشغيل، ومعالي الوزيره تحط لنا الخطه بالنسبه للتشغيل، لان هتبقى حضانه مختلفه كتير جدا عن الحضانات الاخرى. مختلفه في ايه يا فندم غير فكره بنائها على الطراز البيئي؟ يعني ايه اللي هيكون مختلف؟ مختلفة هنحاول نخلي الولاد الانتماء بتاعهم للبيئة نفسها، وبقى حتى التصميمات اللي هتتم جوه المكان هتكون مرتبطة بالبيئة نفسها، والرسومات اللي هتتم تحط الطراز نفسه موجود ازاي، الولاد كمان يعملوا الحاجات البيئية دي. جميل. نعلمهم ازاي يعملوا الحاجات البيئية الموجودة في المجتمع. احنا شايفين مع حضرتك على الهواء دلوقتي صور للحضانة، وملاحظين كمان فكرة انه المكان مفتوح، يعني في طبعا اماكن مغلقة جوه الحضانة، لكن فكرة انه الطفل يبقى موجود في البيئة بشكل مباشر في ساحة مفتوحة، ده بينعكس ازاي على شخصيته؟ حضرتك طبعا ده بينعكس ان المكان مش مغلق، المكان طبعا عشان نشوف حضرتك مفتوح بالزرع بالمكان، لان المكان لسه حضرتك يعني لسه في بدايه الانشاء زي ما حضرتك شفت. اكيد ان احنا عاملينه مفتوح مش مغلق، ان الطفل دوت يبقى مفتوح على البيئه، على التراث بتاعه. مفيش حاجه مختلفه عن البيئه اللي موجوده، بيتفاعل بشكل مباشر كده على طول مع كل اللي حواليه، مع محيطه يعني. ايوه، مع المحيط اللي موجود حواليه. شوف ما شفت حتى الجدار معمول قد ايه، مستوى الطفل نفسه شايف اللي حواليه، البيئه اللي حواليه كلها، مش جدار عالي، لا ده الجدار مستوى صغير جدا، بحيث ان الطفل يشوف البيئه اللي حواليه اللي موجوده. طيب دكتوره دار السلام، يعني عايزه اعرف من حضرتك برضو، حضرتك قلت لي بالفعل انه لسه بعد اكتمال البناء والانشاءات هيكون في خطه للعماله او التشغيل اللي هتكون موجوده في الحضانه، بس يعني مبدئيا هل في خطه عن عدد الاشخاص اللي ممكن ان هم يشتركوا في العمل في هذه الحضانه؟ هل هيبقى في او في خطه لاقامه حضانات اخرى من نفس النوع؟ وكمان لو حضرتك تقول لنا لو عندكم يعني لو في ممكن عدد الاطفال في سيوة اصلا قد ايه؟ عدد الاطفال في سيوة يعني ممكن يستفيدوا من الحضانه دي؟ دلوقتي مش معايا بالنسبه لعدد الاطفال اللي موجودين في سيوة بالنسبه لسن الحضانه. تمام، ولكن احنا في اتجاهنا ان شاء الله هيبقى في على انشاء، معالي المحافظ اعطى تعليمات ان يتم، والمعالي الوزير ان هيتم بعد كده انشاء حضانات على نفس المستوى خصوصا في سيوة. جميل.
تمام. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتوره دار السلام حسين، مدير مديريه التضامن الاجتماعي بمطروح. يعني مهم جدا طبعا النقطه دي مهمه قوي، فكره انشاء حضانه خاصه بمواصفات تناسب وتوائم كمان مناخ وطبيعه واحد سيوة، دي نقطه مهمه. نشوف التجربه دي يا جمانة في محافظات كتيره جدا، يعني ربط التعليم بالمجتمع، ازاي نعمل مباني تعليميه مرتبطه بالبيئه اللي احنا عايشين فيها. وطبعا احنا عندنا تميز وثراء في كل الالوان المجتمع او المحافظات في مصر. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء، موجز الثامنه صباحا بتوقيت القاهره مع زميلتنا هاله الحملاوي. اتفضلي يا هاله. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، وذلك بعد التصويت التاريخي بحقية فلسطين في العضوية الكاملة. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال مندوب مصر إن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب، معتبرا أن إيقاف الحرب في غزة ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من أدوات. كما أكد أن مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تطالب المجتمع الدولي بإدانة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في الحرب على غزة، وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه من المنطقي التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى نتائج قاطعة. كما أشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الجهود التي تدعمها واشنطن لزيادة المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة إلى الحد الأقصى. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع. كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة. هذا وأسفر قصف إسرائيلي آخر لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزويدة وسط القطاع عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال. كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف. أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا طلبت منها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة. وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، كانت المحكمة قد أمرت في يناير الماضي إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على كريات شمونة شمال إسرائيل تم اعتراض 15 منها وسقوط نحو 20 صاروخا، ما ألحق أضرارا بعشرات المنازل والسيارات والممتلكات والبنية التحتية. من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مركز إطفاء الشمال إن 10 فرق شاركت في إخماد حرائق اندلعت في محيط كريات شمونة عقب القصف الصاروخي الأخير من حزب الله في لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم أهدافا لحزب الله في 6 مناطق بجنوب لبنان.
طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقل وفوري بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها مئات الفلسطينيين. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، واللي بيحتفل به العالم مرتين سنويا، ده طبعا نظرا لأهمية الطيور في حفظ الحياة على الكوكب وحماية التنوع البيولوجي. ولأن مصر واحدة من أهم مسارات الطيور، فكان في حرص بشكل كبير جدا على حماية الطيور المهاجرة عن طريق المشروعات والمبادرات اللي أهلت مصر عشان تكون من الأفضل في سياحة مراقبة الطيور. يعني فعلا جمانة، مصر واحدة من أهم المسارات اللي موجودة في العالم للطيور المهاجرة. تعالوا نتعرف مع حضراتكم أكتر على تفاصيل الموضوع ده مع دكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور استاذ محمد. يعني بداية نعرف كده السادة المشاهدين، ايه هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة، اهمية الاحتفال بيه، وليه بيتم الاحتفال بيه مرتين في السنة مش مرة واحدة بس؟ طيب، هو في 2006 البرنامج الأمم المتحدة للبيئة قرر اليوم العالمي للطيور المهاجرة لتسليط الضوء على اهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة. وده زي ما حضرتك ذكرت بيتم مرتين في السنه، في السبت الثاني من شهر مايو اللي هو النهارده 11 مايو، والسبت الثاني من شهر اكتوبر تزامنا مع اوقات الهجره. يعني هو في هجره، الهجره بتحصل مرتين في السنه، في موسم هجره الربيع وموسم هجره الخريف. الخريف جايه من اوروبا واسيا، والعوده موسم الربيع. فبيتم الاحتفال به مرتين في السنه لتسليط الضوء على اهميه الحفاظ على الطيور المهاجره على مستوى العالم، والربط بين مختلف دول العالم من ناحيه اتخاذ اجراءات في نفس الوقت وتدابير من شانها حمايه الطيور على كوكب الارض. طب يا فندم، يعني في الحقيقه مصر زي ما كنا بنتكلم ان هي من اهم مسارات الطيور المهاجره في رحلتين الشتاء والصيف. لو حضرتك تقول لنا المسار اللي بتمر فيه الطيور المهاجره في مصر، وليه اصلا مصر قبله للطيور المهاجره؟ شكرا جدا على السؤال، سؤال في غايه الاهميه. مصر موقعها الجغرافي المتميز بتربط قارات العالم القديم، قارات اوروبا واسيا مع افريقيا، وبتعمل كجسر بري من خلال البوابه الشرقيه اللي هي سيناء. العالم كله فيه 10,000 نوع من الطيور، مصر مسجل فيها 500 نوع من الطيور، 350 نوع مهاجر و150 نوع مقيم. بيمر على مصر كل سنه حوالي 500 مليون طائر سنويا في عده مسارات. يعني مثلا في طيور بتقدر تقطع البحر المتوسط مباشرة اللي هي الطيور المائية، غالبا الطيور المائية والعصفوريات. في طيور مش بتقدر تعبر الموانع المائية الكبيرة فبتتخذ المناطق البرية زي مسار هجرة البحر الأحمر، فده تاني أهم مسار للطيور الحوامة على مستوى العالم اللي هو مسار هجرة البحر الأحمر، وتتجمع فيه طيور بمئات الآلاف في مصر في وقت واحد، وده ما بيحصلش في أي حتة تاني في مسار الهجرة، لأن مصر تعتبر منطقة عنق زجاجة ومنطقة مسار حرج لهذه الأنواع من الطيور. عندنا مسار هجرة نهر النيل والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فإحنا في مصر في عدة مسارات حسب أنواع الطيور، يعني كل فصيل من الطيور بيقدر يتكيف مع البيئة اللي بيهاجر من خلالها، أو المسافات اللي بيقدر يقطعها مرة واحدة من خلال الطيران. فمصر بتعتبر لها أهمية كبيرة جدا من حيث موقعها الجغرافي وربطها بين قارات أوروبا وآسيا مع أفريقيا. طيب دكتور أسامة، إيه الأهمية بقى؟ يعني أكيد حد بيسأل أهمية هذه الطيور، طبعا ليها أهمية في الحفاظ على الكوكب والحفاظ على ما يعرف بالتنوع البيولوجي. نعرف من حضرتك بشكل أكثر تفصيلا أهمية التعرف على هذه المسارات والحفاظ على هذه الطيور. طب حضرتك، الطيور ليها أهميات كتير جدا، يمكن من الناحية البيئية وزارة البيئة معنية بهذا التوجه بصفة شمولية. ليها أهمية بيئية كبيرة جدا، ليها أهمية اقتصادية، ليها أهمية اجتماعية وثقافية وتعليمية وعلمية ودينية كمان. يعني وسياحية. بتجمع أهميات كثيرة جدا، وهي اللي بتربط دول العالم وبتحقق مفهوم السياحة على كوكب الأرض. يمكن هي الطيور اللي علمتنا الهجرة وعلمتنا السياحة. لو خدنا مثلا الأهمية البيئية والاقتصادية مع بعض،
هنذكر مثلا الاحتفال السنه دي، كل سنه من الاحتفال بيكون له شعار معين، شعار السنه دي هو حمايه الحشرات حمايه الطيور. بمعنى ان المفروض نحافظ على الحشرات عشان نحمي الطيور، طب احنا الطيور بتعمل ايه مثلا؟ الطيور بتتغذى على الحشرات في مسار هجرتها واثناء عمليه التزاوج والتكاثر، فبتتغذى على الحشرات باعداد كبيره جدا، فاحنا المفروض نحمي الحشرات. طيب الطيور لو اتغذت على الحشرات احنا نعمل ايه؟ هنوفر مبيدات، يعني هنستخدم زراعه حيويه، مش هنستخدم المبيدات الحشريه او مبيدات الزراعات او الاسمده العضويه كمان. احنا الطيور بتحمي الكوكب وبتوفر فرص كبيره جدا من الناحيه الاقتصاديه. الطيور بتتغذى على الحشرات اللي ممكن تتغذى على المحاصيل، يعني احنا لو الطيور دي مثلا كانت في بيئتها وموقيت الهجرة الطبيعية بتاعتها بتقدر تتغذى على الحشرات والديدان اللي ممكن تتغذى على المحاصيل اللي هي بتوفر عوائد اقتصادية كبيرة جدا. مثلا لو ذكرنا موضوع النسور على وجه التحديد كأهمية بيئية واقتصادية، هنلاقي النسور ممكن توفر مليارات الدولارات من ناحية إنها بتقوم بعملية التغذية على الجيف الكبيرة في أفريقيا مثلا، بتنفق الفيلة والزرافات ووحيد القرن بأعداد كبيرة مثلا، فده ممكن يسبب تلوث وانتشار للفيروسات والبكتيريا، فالنسور بتتغذى عليها. وحصل مشكلة كبيرة في الهند إن هم كانوا بيعالجوا الحيوانات بتاعتهم والماشية بمواد بتسبب الضرر المباشر للنسور وتسبب فشل كلوي للنسور، وهم ما بياكلوش الحيوانات، فكانت تتجمع كميات كبيره من الحيوانات النافقه تتغذى عليها النسور، فالنسور بتموت بفعل الادويه اللي بتتعالج بها الحيوانات، فنفقت مئات الالاف بل ملايين النسور. تسبب ذلك في تراكم الحيوانات في الهند باعداد كبيره جدا، تسبب في نقل الفيروسات والبكتيريا على الانسان، اثر على صحه الانسان. انفقت الهند مليارات الدولارات لمعالجه ومكافحه هذه الامراض التي تواجه الانسان. ففعلا الطيور لها فوائد على المستوى الاقتصادي، يعني لو خدنا نموذج مثلا سياحه مشاهده الطيور. صحيح. في امريكا كل سنه بيقدر الصرف والانفاق على سياحه مشاهده الطيور باكثر من 25 مليار دولار سنويا، من ناحيه تنظيم الرحلات والسفاري وحجز الفنادق والنزل البيئيه وتاجير المعدات. يعني دي سياحه عظيمه جدا، مصر بدات تحزو وتخطو خطوات جاده من ناحيه التسويق لسياحه مشاهده هيل. الطيور من خلال ايه يا فندم؟ يعني حضرتك بتقول مصر بدات بالفعل انها تخطو خطوات جاده، من خلال ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه اولا عشان من حيث جهود حمايه الطيور المهاجره في مصر؟ حضرتك كمان تحدثت عن فكره حتى حمايه الحشرات اللي بتتغذى عليها الطيور المهاجره، يعني هي دايره متصله كلها ببعض، فمصر ايه اللي عملته عشان تقدر انها اولا تعزز هذه السياحه، هذا النوع من السياحه، وعشان كمان تحمي الطيور المهاجره؟ ده سؤال مباشر جدا ومهم في الحقيقه. مصر عملت اجراءات وخدت اجراءات قويه جدا عشان تعظم من سياحه مشاهده الطيور كنوع من انواع السياحه البيئيه، حافظت على الطيور وقدمت نموذج للعالم ان مصر فيها طيور مهاجره وبنحافظ عليها في بيئتها. وهضرب لحضرتك عده نماذج. يعني مثلا شرم الشيخ مدينه جاذبه للسياحه، يمكن اكثر من 5 مليون سائح بيزوروا جنوب سيناء سنويا عشان يتمتعوا بالمناظر السياحيه والطبيعه وسياحه الغوص والسفاري ورياضه السنوركلينج او السباحه للشعاب المرجانيه يعني. ففي نفس الوقت شرم الشيخ كانت احد اهم المسارات الرئيسيه للطيور المهاجره، وكان الطيور بتتجمع عند منطقه اسمها بحيرات الاكسده في شرم الشيخ بعشرات الالاف في نفس الوقت، وكان بينفق منها بعض الطيور نتيجه ان بحيرات الصرف دي معالجه ثنائيه ما فيش فيها اهتمام كافي. فكان السياح بيروحوا هذه المنطقه اللي هم مهتمين وشغوفين بمشاهده الطيور، وكانوا بيلاقوا طيور ميته. أنا عايز أقول لحضرتك إن وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وشركة المية قدموا نموذج للعالم كله إن إحنا إزاي الحكومة بتتكاتف عشان تحمي الطيور وتسوق لسياحة مشاهدة الطيور، وتحول منطقة كانت زي ما نقول مقبرة للطيور لمنطقة صديقة للطيور وتعزز من سياحة مشاهدة الطيور. وزارة البيئة دربت أكثر من 110 مرشد سياحي في شرم الشيخ على سياحة مشاهدة الطيور. تبنت مشروع للسياحة البيئية، وكان أحد أهم روادزه سياحة مشاهدة الطيور في مسار وهجرة البحر الأحمر وشرم الشيخ. الأسبوع اللي فات يوم السبت الماضي 4 مايو كان في زيارة لمعالي دولة رئيس الوزراء لمنطقة برج مراقبة الطيور في بحيرات الأكسدة في شرم الشيخ على السيد محافظ جنوب سيناء، ودي تاني زيارة لسيادته في هذا البرج لمراقبة الطيور ومشاهدتها في هذا المكان. يعني ده هي سياحة
دي سياحه بتزدهر جدا زي ما حضرتك قلت، سياحه واعده وسياحه مراقبه ومشاهده الطيور. طيب لو اتكلمنا على قطاع اخر مهم كمان هو قطاع الطاقه، لانه في برنامج لدمج الطيور الحوامه مع قطاعات تنمويه، طبعا في مقدمتها قطاع السياحه وقطاع الطاقه كمان. لو حابين نتكلم على قطاع الطاقه، ازاي نستفيد من هذه الطيور المهاجره لتعزيز قطاع الطاقه؟ طيب مشروع الطيور الحوامه ده انتهى السنه اللي فاتت، وبنقدم على مرحله جديده ان شاء الله باذن الله، ووزاره البيئه بتتبنى بقوه استمرار هذا البرنامج الوطني لحمايه الطيور الحوامه في مصر، وكان احد القطاعات اللي بنستهدفها بقوه هو قطاع الطاقه. طيب. وحضرتك ذكرت كلمه دمج، كلمه دمج معناها ان انا بخلي او بدمج مفاهيم حمايه التنوع البيولوجي في القطاعات التنمويه في مصر. كان احد اهم القطاعين دول قطاع السياحه وقطاع الطاقه. طيب. قطاع الطاقه في مصر كانت خليج منطقه خليج السويس، ساحل خليج السويس من اهم المناطق سرعه في سرعه الرياح على مستوى العالم، سرعه واستدامة على مستوى العالم. فكان من الاهميه المكان ان احنا نتبنى مشروعات توليد الطاقه من طاقه الرياح، وفي نفس الوقت هو المسار الرئيسي لهجره الطيور الحوامه. فكان في تعارض وتضارب كبير جدا بين انشاء مزارع الرياح على ساحل خليج السويس وجبل الزيت ومسار هجره الطيور. فوزاره البيئه مع وزاره الكهرباء اشتغلوا مع بعض بقوه ان احنا ننفذ برنامج وطني لغلق التربينات عند الطلب لحمايه الطيور. فكانت الطيور اللي بتتجمع في موسم الخريف اللي هو من شهر 8 لشهر 11 والعوده من شهر 2 لشهر 5 من افريقيا لاوروبا، ان هي بتعدي في هذه المنطقه نقفل بعض التربينات بعض الوقت لحمايه الطيور باستخدام الرادارات وباستخدام مراقبين وطنيين يقدروا يقفلوا التربينات باستخدام هذه الرادارات وغرفه التحكم المركزيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كان البديل ان انا يا ما اعملش محطات طاقه الرياح في مصر وما اطلعش طاقه نظيفه وما اعملش تنميه مستدامه وما اعملش اقتصاد اخضر، او ان انا اقفل التربينات دي طول موسم الهجره اللي هو 6 شهور في السنه. جميل. فمصر كانت سباقه وعملت نموذج ريادي على مستوى العالم اشادت به البنوك الدوليه، اللي هو نقفل بعض التربينات بعض الوقت، بمعنى ان انا لما يتحقق معيار معين اقفل تربينه او مجموعه من التربينات باستخدام هذه الرادارات اللي بتشغلها القوات المسلحه. جميل. يبقى انا حافظت على انتاج الكهرباء وفي نفس الوقت قللت بدرجه كبيره جدا الفقد في الطيور. ده شجع القطاع الخاص وشجع المستثمرين الاجانب والوطنيين على الاستثمار في مشروع طاقه الرياح. يمكن بنشوف مليارات الدولارات اللي بتتدفق على مصر في يعني في السياحه وقطاع الطاقه وطاقه الرياح. انا عايز اشكر حضرتك شكرا جزيلا بجد دكتور اسامه على كل هذه المعلومات الجديده بالنسبه لنا وبالنسبه لي بشكل شخصي، والمهمه جدا عن الطيور المهاجره وازاي نستفيد منها في قطاعات تنمويه كتير. بشكرك شكرا جزيلا ومتصبح على حضرتك مره ثانيه دكتور اسامه الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامه بوزاره البيئه. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لهالة الحملاوي وتقول لنا اخر الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اتفضلي يا هالة. شكرا جمانة واهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. فريق مودرن فيوتشر اتعادل مع فريق البنك الاهلي بنتيجه 1-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد القاهره الدولي ضمن الجوله ال 22 من عمر بطوله الدوري المصري الممتاز. وبالنتيجه دي بيحتل فريق مودرن فيوتشر المركز ال 11 بجدول ترتيب مسابقه بطوله الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطه، بينما ارتفع رصيد فريق البنك الاهلي للنقطه 19 في المركز ال 14. فريق فاركو حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده بيستمر الجونة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز 16 برصيد 16 نقطة.
فريق سيراميكا فاز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، وبكده بيرتفع رصيد فريق سيراميكا لنقطة 31 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 محتلا المركز التاسع. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق ميران على ملعب أكاديمية بركان استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خلال ميران أمس، وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب بجانب فقرة خاصة للتدريب بالكرة. سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة خسرت منافسات دور ال 16 بالتصفيات العالمية واللي بتقام بتركيا أمام لاعبة منغوليا بنتيجة 6-1 لتفقد فرصة المشاركة في أولمبياد باريس 2024. محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية اتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وده بعد ما حقق الفوز على لاعب كازاخستان في المباراة الفاصلة بالتصفيات العالمية والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول في تركيا. وفي الدوري الإيطالي فاز انتر ميلان على فريق فروسينوني بخماسية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح في افتتاح منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024. رفع انتر ميلان بطل المسابقة رصيده ل 92 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد فروسينوني عند 32 نقطة في المركز ال 16. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، هنعود مرة تانية لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا. خلاص بدأت الامتحانات في كتير من المراحل الدراسية، بدأت معاها حالة من حالات التوتر والقلق، وتحول الليل لنهار والنهار لليل، ومعسكرات كده داخل البيوت استعدادا لامتحانات الثانوية العامة وامتحانات السنوات الدراسية المختلفة. تأثير طبعا حالة القلق دي بيبقى على تأثير نفسي، وكمان ليه أبعاد خاصة بالتأثير على الجسم وعلى الصحة النفسية بشكل كبير، كأن في حالة قلق مستمرة. جمال، طبعا يا محمد، يعني خلينا أعرف مع حضراتكم التأثير ده إيه نتائجه، هل ممكن يكون مرتبط بشكل كبير بعملية زيادة الوزن أو حتى النحافة؟ خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتورة رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية اللي موجودة معنا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليكي. يعني في البداية، إيه علاقة التوتر والقلق بشكل عام بالصحة؟ هل بالفعل ممكن يسبب أعراض مرضية؟ شوفي، إحنا عندنا 85% من طلبة مصر هيزيدوا في الوزن، و15% هيقلوا في الوزن، محدش هيفضل على نفس وزنه بعد نهاية الامتحانات. دي فعلا حقيقة، ده اللي بشوفها دايما في حياتي، ان الولاد بتبتدي القصة من موسم الامتحانات اللي بتعدي فيه. عادة بتبقى الامتحانات دي نقطة فاصلة في حياتي. في علاقة طبعا قوية جدا ما بين التوتر وما بين تغيير الوزن لسبب بسيط جدا. لو اتكلمنا على هرمون التوتر اللي كلنا عارفينه، اللي هو الكورتيزول اللي بيفرز من الغده الفوق كلويه في الجسم، هو للاسف كمان بيفرز من الدهون الحشويه. ودي كانت معلومه جديده عننا، ان الدهون اللي في البطن دي كنا فاكرينها اللي هي خلايا غير فعاله، ما بتفرزش حاجه، هي مجرد بس بتخزن دهون. اكتشفنا ان من ضمن الحاجات اللي بتفرزها هو هرمون التوتر. وبالتالي هو هرمون التوتر ده مشكلته في ايه؟ اللي هو بيعلي سكر الدم. فلما الكورتيزول بيعلي سكر الدم بيحصل بعد فتره مقاومه للانسولين اللي بيحاول يحرق سكر.
وبالتالي جسمنا بيزود كورتيزول وفي نفس الوقت جسمنا بيزود الانسولين اللي هو الهرمون اللي بيحاول يحرق ايه سكر الدم. الاثنين مع بعض الانسولين والكورتيزول وصاحبهم الثالث اللي احنا ناكل اكل زياده، الثلاثه دول بيزودوا منطقه البطن او اللي احنا بنقول عليه محيط الوسط. فتلاقي طلبه بعد موسم الامتحانات او مع المذاكره كثيره تكون لهم ايه؟ تكون لهم كرش او بطن. صحيح. هي طبعا مرتبطه جدا زي ما قلت لك بالدور والانسولين وزياده. جميل. طب دكتور رضوى، يعني زي ما حضرتك بتقولي في عيادتك مثلا او حوالي 85، طبعا دي نسبه تقريبيه كده، 85% من الطلبه هيتخنوا. طب في راي تاني مثلا عايز برضو اعرف تقدير حضرتك ليه، انه مع التوتر في بعض الاحيان ما بحبش اكل، يعني مش لازم اتغلب على التوتر ده بالاكل الزياده، لا، في ناس لما بيتوتروا او بيحسوا بالقلق بيجي لهم كده حاله عزوف عن الاكل، ما بياكلش، هل الكلام ده علميا صح؟ علميا صح. 15% اللي فاضلين فعلا بيجي لهم نحافه او نزول في الوزن، ولازم نخلي بالنا كويس جدا من ولادنا. لو حصل نقص في الوزن اكثر من 5-10% في خلال 6 شهور ده نقص وزن حاد. فلازم نبقى واخدين بالنا من ولادنا هم وزنهم برضو بيحصل له ايه. طيب ليه في ناس يعني بيفقدوا الشهية للأكل؟ أيوة. لأن التوتر بيزود معاملات الالتهاب، ومعاملات الالتهاب دي بتقلل جدا إحساسنا بالشبع، وإحساسنا بالشبع ده موجود في منطقة اسمها هايبوثالاموس أو تحت النهاد، منطقة في المخ. فالمستقبلات للهرمونات اللي في المنطقة دي بتلتهب بتتهيأ، وبالتالي استقبالنا لهرمونات الشبع وهرمونات الجوع بتبقى مش مظبوطه، وبالتالي في طلبه بيفقدوا الشهيه، وبالتالي بيقللوا عندهم فيتامينات مهمه جدا لزياده الوزن. انت عند حضرتك فيتامين ب، فيتامين د، الحديد والزنك والاوميجا 3، الخمسه دول لو حصل فيهم اي نقص، لان هو طبعا او هي بيقل عندهم الشهيه، ممكن جدا الشهيه دي وعدم الشهيه بتستمر معاهم فتره طويله. وبالتالي لازم نحلل، ولازم نقعد مع طبيب نديله التاريخ المرضي بالاعراض اللي عندنا عشان الدكتور يقدر يعرف اذا كان عندنا نقص في معدن او فيتامين من المعادن اللي احنا ذكرناها. طيب دكتور خلينا نعرف طيب من حضرتك الحل، يعني هل في اكلات او مشروبات ممكن اولا تعالج التوتر او تخفف من حده التوتر؟ والحاله الثانيه لو شخص متوتر وبالفعل حس بنهم للاكل او ابتدى يحس ان هو يجوع بسبب التوتر، هل في اكلات ممكن يتعامل معاها بدل ما يبقى ماشي طول الوقت عمال بياكل في حاجات تاذيه اكتر؟ الشوكولاته الداكنه الدارك شوكليت، يعني لو احنا دايما كلنا بنبقى عندنا نهم للسكر مع التوتر ده شيء طبيعي، لان السكر بيزود افراز الدوبامين وهرمون الرضا. فالاحسن من ان احنا ناكل سكر، احسن ان احنا ناخد دارك شوكليت او الشوكولاته الغامقه الداكنه، لان فيها مركب اسمه ال سيانين بيزود جدا قله التوتر. واللي بيقل التوتر ده الالستينين بيقلل الكورتيزول. معانا برضو الحاجات اللي فيها الفلافينويد اللي بتبقى موجوده في الاوراق الخضراء. فلو عملنا مثلا سلطه جرجير بالبنجر بالجبنه البيضه سواء قريش او جبنه ملح خفيف، حطينا عليها فيتامين سي، كده احنا ضمننا مركبات في الاربع حاجات دول يزودوا التريبتوفان او يزودوا هرمون السعاده اللي اسمه سيروتونين. احنا عايزين هرمون السعاده وعايزين هرمون النجاح كده ان شاء الله. عايز اسال حضرتك سؤال سريع، من الاضطرابات في الاكل الى اضطرابات النوم، يعني القلق والتوتر بيؤدي الى اضطرابات نوم، ازاي اساعد الطالب دلوقتي انه نومه ينتظم، وازاي ده بينعكس على انتظام الوزن كمان؟ مهم جدا ان الطلبه تعرف ان ساعه اضافيه في النوم هو ده هيبقى سبب النجاح. يعني معدل النوم للطلبة مفروض من 9 ساعات ل10 ساعات ونص، فأنا محتاجة إن الطلبة دول يغيروا مفهوم النوم ل6 ساعات، لا أنا عايزة أكتر من 7 ساعات ونص
للطلبة المصرية. أنا عايزة ساعة إضافية نوم، هيقلل لي جدا التوتر، هيزود جدا مفصلتك من المذاكرة، هيزود جدا استيعابك والإدراك والذاكرة، هتتحسن جدا. دكتور رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معانا عبر تطبيق زوم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد في صباح الخير يا مصر. امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، خلاص كام يوم ونبدأ ماراثون الامتحانات لأهم شهادة دراسية. طبعا حالة من حالات القلق كده والتوتر موجودة في بيوتنا، عشان كده قررنا النهاردة في صباح الخير يا مصر إن احنا نقدم لحضراتكم وللطلبة مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية إنتاج إجابات صحيحة من حيث الإجابة على السؤال، وتحديدا ما يعرف بالأسئلة المقالية، زي ممكن الطالب يتعامل مع الأسئلة المقالية بمهارة شديدة جدا. حلو مصطلح كيفية إنتاج إجابات صحيحة ده، لأنه الفكرة فعلا المفروض أن الأسئلة المقالية بتبقى الإجابات عنها بتكون مختلفة، ملهاش موديل أنسر أو ملهاش إجابة نموذجية، لكن بتعتمد على الفهم والتجاوب مع السؤال. كمان هنجاوب على نقطة مهمة جدا وهتكون أهم محور في فقرتنا النهاردة، هي الحقيقة نقطة كمان دايما طلابنا بيستفسروا عنها، وهي الأسئلة المقالية في امتحانات المواد الأدبية والعلمية. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، إزاي الطالب يقدر من خلال المعرفة أو من خلال فهمه أن هو ينتج إجابة صحيحة 100%؟ كل ده هنسأله ضيفته في الاستوديو دكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني الأسئلة المقالية هي الأسئلة اللي ما بتكونش ليها إجابة نموذجية، لكن بما أن حضرتك معنا، يعني لو تشرحها أكتر للسادة المشاهدين ولطلابنا بشكل أبسط شوية وبشكل كمان يكون يعني علمي وصحيح، أكيد حضرتك هتشرحها أفضل مننا. طيب عايزين نقول لأبنائنا الطلاب إن في نوعين من الأسئلة المقالية عندنا. النوع الأول المقال المفتوح، لما بيجي للطالب سؤال ويقول له اشرح كذا أو ناقش كذا أو فسر كذا وضح كذا، ما بيحطلوش حد معين يتكلم في حدوده. وعندنا النمط الثاني اللي هو الأسئلة من نمط المقال المقيد، اللي بيطبق في امتحانات الثانوية العامة هو المقال المقيد وليس المقال المفتوح. يعني حضرتك ملتزم بعدد معين من الأسطر وعدد معين من الكلمات مش هتتعدى، يعني مش الطالب مش هيسترسل في الإجابة. طبعا الأسئلة المقالية اللي بتطبق في الثانوية العامة بنسبة لا تتعدى 15% وفقا لطبيعة كل مادة. المفروض ان لها طريقة معينة في الإجابة علشان الطالب يقدر يحصل فيها على الدرجة النهائية. يعني الطالب لو بدأ يجاوب على الأسئلة المقالية وترك لنفسه المجال ان هو يستخدم أساليب إنشائية وان هو يسترسل في الإجابة، هيضيع منه الوقت والمكان المتاح للإجابة. يعني هي أسئلة محددة ومقيدة. بالظبط. تمام. طب انا هسأل حضرتك الاختلاف هنا ما بين المواد الأدبية والمواد العلمية في السؤال المقالي بيكون ازاي؟ طبعا المواد العلمية بيبقى عندنا خطوات معينة مثلا للحل، لو هي مثلا رياضيات مثلا في خطوات علشان توصل للحل، فالطالب بيبقى واخد باله من الخطوات دي وبيعملها. وبالمناسبة وزارة التربية والتعليم قالت ان الدرجة هتحسب على الخطوات مش على الوصول للناتج النهائي. لكن بقى المشكلة كل خطوة عليها درجة حتى لو كان ما وصلش للنتيجة النهائية. بالظبط. لكن المشكلة بقى بتبدأ تظهر في المواد الأدبية اللي المفروض فيها تعبير واللي المفروض فيها كتابة. هنا بتبقى عايزة من الطالب مهارة مختلفة، عايزة منه مهارة التلخيص وإنه يقدر إزاي يكتشف الأفكار الأساسية والمهمة اللي موجودة جوه النص ويقدر يلخصها. يعني زي ما قلنا في الرياضيات مثلا هي خطوات حل المسألة، خطوات خطوة أولى تانية تالتة، يعني ثابتة ومعروفة. لكن لو أنا بذاكر مادة أدبية تاريخ مثلا حاجة فيها نصوص وأنا عايز أجاوب على ده في سؤال مقالي، أول حاجة لازم أعملها إن أنا لازم أشوف إيه الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الإجابة بتاعتي. النص ده بيبقى فيه عبارات أساسية وفي عبارات شارحة للعبارات الأساسية دي، ان انا اطلع ده من ده بقى، اخد العبارات الاساسيه اللي المفروض ان انا اذكرها
وأبدأ أعبر عن العبارات دي بأقل عدد من الكلمات وفي جمل مختصرة، وقبل ما أبدأ أسجل ده في ورقة الإجابة لازم أعيده على ذهني الأول وقارن بين الإجابة اللي أنا وصلت لها دي والمكان المتاح لأن أنا أكتبها فيه. يعني أنا عندي مثلا 6 أسطر مثلا أو 5 أسطر، طيب اللي أنا لخصته في دماغي ده هقدر أحطه في ال5 سطور دول ولا هيبقى زيادة، وأبدأ ألخص لحد ما أوصل للمكان المتاح. في حاجات زي ما احنا بنقول مثلا لأبنائنا الطلاب وانت بتجاوب في البابل شيت مثلا ممنوع الشطب، ممنوع استخدام مزيل الحبر، حاجات زي كده، لا ده ممكن يبقى متاح في الأسئلة المقالية لأن لا تصحح بطريقة تصحيح الأسئلة الاختيار من المتعدد. يعني أسئلة الاختيار من المتعدد بيتم تصحيحها وفقا لما هو معروف يعني من خلال جهاز سكانر ومتوصل بجهاز كمبيوتر بشكل آلي. لكن الأسئلة المقالية بيتم إرسالها بشكلها المعروف لمعلمين عبر التابلت وبيقرؤوها قراءة وبيدولها الدرجة. برضو علشان نطمن أبنائنا الطلاب، الأسئلة المقالية في الثانوية العامة بتصحح بنظام الروبريكس أو الخطوات محددة كل خطوة عليها درجة، مش من نمط الأسئلة بقى المقال المفتوح زي ما قلنا بتبقى فيه مشكلة بقى في الذاتية وإن في طالب هيزود وطالب هيقلل. ممكن برضو توضح للطلبة يعني إيه الخطوات المفروض يتبعوها، لأنه الأسئلة المقالية حتى لو مش الأسئلة المقالية المفتوحة هي برضو بتعتمد يعني على فهم الطالب، وده بيختلف من طالب لآخر، بتعتمد على فهمه وعلى قدرته على إن هو يعبر عن اللي فهمه ده بطريقة مختصرة وبطريقة موجزة ويركز في كلامه على الأفكار الرئيسية ما يروحش بعيد. طبعا في حاجات أساسية الطالب لازم يبقى واخد باله منها هو بيجاوب في الأسئلة المقالية، إنه ما يخرجش برا الإطار المتاح له الإجابة فيه، وياخد باله كويس قوي علشان ما يجاوبش سؤال مكان سؤال تاني. يعني احنا عندنا مثلا في بعض المواد هيبقى فيها 4 أسئلة مقالية، وبعض المواد هيبقى فيها 2 سؤالين مقاليين، فكل سؤال له مكان لازم ياخد باله كويس جدا عشان ما يجاوبش سؤال مكان التاني. طبعا لما يكتب برضو محتاجين برضو المهارات اللي هي العادية البسيطة دي، ان هو يكتب بخط كويس واضح وصغير، يعني ما يكبرش الخط قوي لانه لو كبر الخط قوي هتضيع منه معلومات مهمة مش هيلاقي مكان يكتبها فيه، وغير متاح ان هو يخرج بره الاطار بتاع السؤال، يعني لأن المساحة زي ما قلت لحضرتك محدودة جدا لأن هي من نمط المقال المقيد. لازم الطالب زي ما قلنا يبدأ أولا يبقى عارف كويس أوي قبل ما يبدأ يجاوب على الأسئلة المقالية إن المساحة اللي تركتها وزارة التربية والتعليم للإجابة فيها كافية جدا للإجابة على السؤال. يعني ما يقولش لا ده أنا المعلومات كتير والمكان قليل، لا الإجابة اللي عايزاها منك وزارة التربية والتعليم متناسبة جدا مع المكان المتاح. انت بس تستغل هذا المكان في بجانب المكان يا فندم، الكونتنت الحاجه اللي الطالب هيكتبها، ايه الخطوات اللي على اساسها يقدر يختار المعلومات اللي هيستخدمها اللي هيكتبها؟ بالظبط يا فندم، اول حاجه زي ما قلت لحضرتك في البدايه انه لازم يحدد الافكار الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الاجابه. السؤال ده محتاج ايه بالظبط يكون موجود في الاجابه عشان تبقى الاجابه صحيحه. لما ببدأ أحدد الأفكار دي قد تكون معروضة داخل النص في بإسهاب أو بشرح وتوضيح. المهمة الثانية أنه بعد ما يحدد هذه الأفكار الرئيسية أنه هو لازم يلخص هذه الأفكار ويلخصها في ذهنه أولا قبل أن يبدأ في كتابتها في الورقة عشان يتأكد من مناسبة الأفكار دي للمساحة المعروضة. في بعض الأفكار بيبقى الترتيب فيها مهم، فلازم ياخد باله من ده وأنه يعرضها بنفس الترتيب اللي موجودة به في الكتاب. لو هي مثلا أحداث تاريخية أو لو هي خطوات لحل مسألة يبقى الترتيب هنا مهم جدا، فيبقى واخد باله من النقطة دي كويس قوي. طبعا ممكن متاح للطالب أنه برضو لما يجي يكتب ممكن يشطف في الأسئلة المقالية لو اضطر لهذا الأمر ويعدل في الإجابة بتاعته أو يستخدم مزيل الحبر، ده متاح في الأسئلة المقالية. لكن يفضل أنا بنصحه أنه هو يكتب بقلم رصاص خفيف الأول الإجابة بتاعته، فيتأكد كده أن الإجابة بتاعته صح اولا بعد ما يراجعها، ويتاكد كمان ان المكان مناسب ما خرجش بره الاطار، وبعد كده يبدا يظللها بالقلم الجاف بعد ما يخلص، ويراعي طبعا الوقت طبعا او زمن الاجابه. دي نقطه مهمه جدا. عايز اسال حضرتك كاستاذ في علم النفس التربوي، لانه نقطه مهمه جدا الفتره الاخيره كان دايما في انتقادات
بتتحدث عن غياب الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية مهمة في تكوين مهارات التعبير والقدرة على النقد والكتابة، دي ما كانتش موجودة. فأهمية السؤال المقالي في تكوين شخصية الطالب بعيدا عن فكرة التقويم والاختبار، إنه قدرته أن يعبر عن أفكاره بالقلم، دي نقطة مهمة جدا. وأظن أن أي عملية تعليمية مفروض لا تتجاهل فكرة السؤال المقالي وقدرة التعبير على الورق. طيب الأسئلة المقالية هي يعني بيصار حواليها الكثير من الأحاديث، يعني من هذا المنطلق أن هي بنقيس الإبداع من خلال الأسئلة المقالية، القدرة على التعبير من خلال الأسئلة المقالية. لكن خلينا برضو نتكلم في نقطة تانية مهمة جدا، أنه ليست الأسئلة امتحانات الثانوية العامة هي فقط المنوط بها أن هي تخرج لنا طالب قادر على التعبير وقادر على الإبداع. يعني أنا ممكن أنمي الإبداع والقدرة على التعبير عند طالب الثانوية العامة من خلال أنشطة أخرى كثيرة جدا، وعلى مدار العام الدراسي وعلى مدار الأعوام السابقة في الفرقة الأولى والثانية والمرحلة الإعدادية والابتدائية إلى آخره. كل السنوات دي أنا بديله أنشطة بيعبر فيها وبنمي عنده الإبداع بطرق مختلفة، وممكن من خلال الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية إلى آخره. لكن خلينا لما نيجي بقى الثالثة ثانوي اللي النص درجة فيها بتفرق، وإن النص درجة دي ممكن تغير مستقبل طالب خالص، فبيبقى الأولوية المطلقة عندنا للدقة في التقويم والموضوعية في التقويم. المشكلة اللي بتأخذ على الأسئلة المقالية عموما حتى لو كانت من نمط المقال المقيد، إن هي متشبعة بقدر كبير من الذاتية. الذاتية عوامل الذاتية ممكن ترجع للمصحح، ممكن ترجع للطالب، للبيئة التعليمية، خلفية الطالب كمان، خلفيته، كل العوامل متاحة أن هي تأثر في أداء الطالب في الأسئلة المقالية. وبالتالي الإبداع شيء جميل جدا، وإن أنا أنمي الإبداع عند الطلاب والقدرة على التعبير كويس جدا إن أنا أنميها، لكن ما ينفعش إن أنا أقيسها في اختبار نهائي في المرحلة الثانوية النص درجة فيه بتفرق، لأن الإبداع ليس له قيود. وبالتالي ممكن معلم يقدر ده على إنه إبداع ويديله درجة عالية، ومعلم آخر لا يعطيه نفس القدر من التقدير، وكده يبقى إحنا في تفاوت كبير بين الطلاب في الدرجات. وطبعا دي مرحلة فارقة في عمر صحيح. الطالب وبتحدد مستقبله بشكل كبير. فخلينا نقول ان احنا يعني ننمي الإبداع وندرب أبنائنا على الإبداع وعلى القدرة على التعبير طوال العام الدراسي، ومن خلال أنشطة على مدار العام الدراسي وفي السنة الثانية والسنة الأولى والإعدادية والابتدائية. لكن لما نيجي في ثالثة ثانوي واحنا هنديله درجة هتوديه كلية ألف أو كلية باء، يبقى هنا بنعطي أولوية مطلقة للموضوعية والدقة. وزارة التربية والتعليم لما اختارت نمط المقال المقيد، لأنه المقال المقيد شبيه أو قريب جدا من نمط الأسئلة الموضوعية، لأنه عبارة عن خطوات محددة صحيح. الطالب إذا ذكرها يمكن قياسها الدرجة، لكن ما فيش استرسال وما فيش حرية في الإبداع برضو، وما فيش حرية في التعبير. طيب ممكن حد دلوقتي يبقى فيه في ذهنه كده تساؤل، ممكن ده يصلح فعلا الأسئلة دي تصلح لامتحانات المواد الأدبية، بس المواد العلمية إيه أهمية وجود أسئلة مقالية فيها؟ هي نفس الفكرة، لأنه الأسئلة اللي هي في المواد الأدبية عموما بتبقى أصعب شوية، لأنها هتبقى عايزة من الطالب إن هو يلخص، وطبيعة المواد الأدبية بيبقى فيها شرح واسترسال. إذا معقول الأدبية أصعب؟ طبعاً. أنا تخيلت إن ممكن تكون العلمية أصعب. المواد العلمية بتبقى محددة، حتى لغة العلم اللغة العلمية بتبقى دقيقة، خطوات تجربة مثلا معينة أو خطوات كده، وما فيش فيها استرسال وما فيش فيها يعني إنشاء كتير. لكن المواد الأدبية والتاريخ واللغة العربية والحاجات دي بيبقى فيها يعني استرسال في الكلام، حتى في الشرح في الكتب بطبيعة المواد هي بتبقى كده. فبتبقى عايزة من الطالب قدرة على إنه هو يلخص أكبر من المواد العلمية. المواد العلمية محددة وواضحة، والكلام فيه ما فيش استخدام للغة مفرط، يعني بيبقى على قد المعنى المطلوب وخلاص، فهو مش هيبقى محتاج مجهود في تلخيص المحتوى اللي هو هيكتبه. طب عايز أسأل حضرتك كمان فيما يتعلق بوضع السؤال اللي بيحط السؤال، لأنه السؤال هنا بيقيس مهارة الفهم وليست مهارة الحفظ والتلقين، وده هدف رئيسي أو فلسفة رئيسية في التعليم دلوقتي، إن أنا أشوف هو فاهم المنهج مش حافظ إجابات معينة. إزاي السؤال المقالي يقيس هذه المهارة، مهارة فهم واستيعاب المادة التعليمية وليس حفظ خطوات متتالية؟ طيب أنا يعني هوضح كمان أكتر من إن هو بس الأسئلة المقالية هي اللي بتقيس الكلام ده، مجمل الأسئلة
30% منها بيقيس الفهم مجمل الأسئلة، يعني بما فيها الأسئلة الموضوعية اللي اختيار من متعدد، 30% منها بتقيس الفهم اللي هو المستويات البسيطة من المستويات المعرفية، و 40% بتقيس التطبيق ودي المستويات المتوسطة، و 30% بتقيس التحليل والتركيب إلى آخره اللي هي المستويات العالية يعني. فالأسئلة الموضوعية نفسها بنقيس بها الفهم وبنقيس بها التطبيق وبنقيس بها التحليل، الأسئلة الموضوعية حتى الاختيار من متعدد. أنا بحيي حضراتكم في البداية، يعني أخدتوا بالكم ولفتوا نظر الناس من لنقطة مهمة جدا في الأسئلة المقالية، إنتاج الإجابة. إنتاج الإجابة هي الفكرة، بس في موضوع التغيير من موضوعية لمقالية إنه إحنا عندنا نمطين من الاستجابة على الأسئلة، التعرف أو الاستدعاء. إن تبقى الإجابة موجودة قدامي وأنا أتعرف عليها واختارها، ده في الاختيار من متعدد. وفي الاستدعاء بقى أو الإنتاج الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتوا وأشرتوا اللي هي في الأسئلة المقالية، هو بس وضعت الأسئلة المقالية لهذا الغرض وليس لأن هي الوحيدة اللي بتقيس الفهم، لا احنا بنقيس الفهم عادي بالأسئلة الموضوعية عادي جدا، والتطبيق برضو بنقيسه بالأسئلة الموضوعية وكذلك التحليل والتركيب. الفكرة برضو أنه هنا في الأسئلة الموضوعية الطالب بيتخيل الأمر في ذهنه أو بيتخيل الإجابة في ذهنه وبعدين بيختار اللي توصل إليه أو اللي وصل له من خلال ذهنه بيختاره بيبقى موجود قدامه، لكن المقالية هو بيكتبه من الذهن، يعني بيكتبه من الذاكرة. طيب دكتور، خلاص الامتحانات على الأبواب، بشكل عام إيه النصايح اللي حضرتك تقدمها لطلابنا عشان يقدروا يجاوبوا بنفس الطريقة اللي حضرتك تحدثت عنها وأشرت إليها، وهي الإجابة أو الإنتاجية الإجابة؟ طبعا الطالب وهو بيذاكر من البداية خالص لازم ينمي قدرته على التلخيص دي، يعني لازم الموضوع بتاعه بعد ما يذاكره بعد ما بيخلص كده مراجعة الموضوع بتاعه يبدأ إن هو يلخصه في ورق خارجي في أقل عدد ممكن من الكلمات، يعني الموضوع بيستغرق في الكتاب 10 صفحات، حاول تلخصه في صفحتين على الأكثر، كل عنوان فيه أو كل حاجة مهمة فيه تلخصها في 6 أسطر على الأكثر، يبقى أنت كده وتذكر في ال6 أسطر دي كل الحاجات المطلوبة والمهمة في الموضوع. لو بدأت تعمل كده وبدأت أن أنت طبعا المذاكرة في الأسئلة مذاكرة للأسئلة المقالية بتختلف عن المذاكرة للأسئلة الموضوعية، يعني لو أنا بذاكر عشان أحل الأسئلة الموضوعية فأنا بذاكر التفاصيل في الموضوع، في الأسئلة المقالية بتبقى نظرتي إجمالية وبكون فكرة كلية عن الموضوع ولخصه كله بشكل إجمالي في النهاية علشان أعرف أجاوب صح في الامتحان آخر العام. دكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح، نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق يا رب لطلابنا في الثانوية العامة. مشاهدينا، موجز 9 مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، وذلك بعد التصويت التاريخي بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مندوب مصر إن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب، معتبرا أن إيقاف الحرب الشعواء في غزة ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من أدوات. كما أكد أن مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تطالب المجتمع الدولي بإدانة أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن دعم أستراليا للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء القوة الدافعة لتأمين السلام في الحرب في غزة. وأوضحت وزيرة خارجية أستراليا أن صوتا واحدا لن ينهي هذا الصراع الذي امتد طوال الحياة، مضيفة أنه يجب على المجتمع الدولي فعل ما في وسعه لبناء القوة الدافعة نحو السلام. يأتي ذلك بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة
المتحدة بأغلبية 143 صوتا لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت. أدانت فرنسا العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن هذه العملية العسكرية تسببت في وضع كارثي للسكان المدنيين ونازحين في غزة، مؤكدة أنه لا يتوفر أي منطقة آمنة للمدنيين في غزة. ودعت باريس السلطات الإسرائيلية إلى وقف العملية العسكرية دون تأخير والعودة إلى مسار المفاوضات. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. يأتي ذلك فيما استشهد مواطنان في قصف صاروخي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى استشهاد 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزويدة وسط القطاع. طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقل وفوري بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها مئات الفلسطينيين. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ. الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري سوبر السلة بتغلبه على الزمالك بنتيجة 83-80 بدور نصف النهائي من البطولة. حسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري السوبر للمحترفين بعد تفوقه على الزمالك على صالة برج العرب في المواجهة الثالثة بين الفريقين بدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة. وحسم الأهلي الفترة الأولى بنتيجة 24-21، ثم تفوق الزمالك في الفترة الثانية 49-38، وعاد المارد الأحمر ليحسم الفترة الثالثة على حساب الزمالك بنتيجة 61-59، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 83-80. وبهذه النتيجة يعبر الأهلي إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة منتظرا الفائز من نصف النهائي الآخر بين الاتحاد وسبورتينج. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مصر امبارح رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار اللي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. وصف بيان الخارجية هذا القرار بالتاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي في ظل التطورات العدوانية المتلاحقة والمجازر التي يشنها الاحتلال على الأشقاء في فلسطين. تعالوا نتعرف مع حضراتكم في هذه الفقرة عن آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في فلسطين والدور المصري الحريص بشدة للوصول إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار. بيشرفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صلاح الزهار. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا، نورنا وشرفنا وصباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني بداية نبدأ مع القرار التاريخي اللي اتخذ بالأمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراءتك لهذا القرار. ودعنا يعني نتحدث بشكل يعني يضيف على ما قيل. هناك جانب آخر إضافة إلى ما حضرتك قلته فيما يتعلق ببيان الخارجية المصرية والتأكيد على أهمية هذا القرار، ولكن هناك جانب آخر. هذا القرار بهذا الإجماع 143 دولة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا ترعى الحق عندما تعترض
الأسبوع أو في شهر أبريل الماضي وترفع حق الفيتو في مثل هذا القرار في مجد هذا القرار بينما الجمعية العامة للأمم المتحدة 143 دولة يؤكدوا حق الشعب الفلسطيني وحق دولة فلسطين فأن تكتسب العضوية الكاملة في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية يعني العالم يقول للولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى الدولة الكبرى في العالم عودي إلى رشدك عودي إلى مساندة الحق لابد أن يكون لديك ميزان أو رؤية بعينين وليس بعين واحدة ومن هنا أظن أن التوصية التي انتهى بها هذا القرار الذي صدر بالأمس بإعادة الأمر مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية عفوا إلى مجلس الأمن لعلها تكون رسالة لكي تكون الولايات المتحدة الأمريكية تراجع موقفها وتنصر الحق الفلسطيني. طيب يا فندم هذا التصويت هو تصويت تاريخي وقرار تاريخي لكن التوقيت ايضا ليه دلاله مهمه خاصه مع يعني خلاص حلول الذكرى 76 تقريبا للنكبه يوم 15 مايو لكن ماذا يعني او ما اهميه هذا التصويت او هذا القرار؟ اهميته انه ياتي في ظل حمله شعواء او كما تفضلتم الحمله العسكريه التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزه هي حمله غير مسبوقه هي تجاوزات تتجاوز كل بدود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هي مجازر توجب محاكمة من يقوم بها محاكمة جنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية لأنه ما يجري على أرض غزة منذ 7 أشهر ويزيد هو نوع من أنواع الاستعراض القوة واستخدام المفرط مفرط كلمة مفرط قليلة من جانب القوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم نحن نتحدث اليوم على ما يزيد على 130 ألف ما بين شهيد ومصاب إضافة إلى ما يقرب ما يزيد على 20 ألف من المفقودين بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية والفوقية لقطاع غزة كل هذا الأمر نتيجة اهتزاز في القرار السياسي والعسكري في إسرائيل حيال ما حدث في 7 أكتوبر من العام الماضي. طب أستاذ زهر إذا اقتربنا من الموقف الأمريكي خلال الأيام الماضية تصريحات تخرج من البيت الأبيض تتحدث عن وقف إمداد إسرائيل ببعض شحنات الأسلحة وتعليق إمدادها بهذه الأسلحة وأيضا عدم التأييد الكامل لعملية موسعة في رفح ضغط أيضا من الداخل الأمريكي احتجاجات طلابية في يعني معظم الجامعات كيف تقرأ الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية؟ حقيقة دعنا يعني نجزئ الأمور لأنه هناك تداخل الحقيقة أنا يهمني كمصري وكمتابع أشير إلى التجاوب الأمريكي مع التحذير المصري صحيح. هذا الأمر أراه واضحا في أن الإدارة الأمريكية تأخذ على بمزيد من الجدية التحذيرات المصرية فيما يتعلق بتحذير إسرائيل من تجاوز كافة الحدود والمحددات التي تعدها مصر أو عدتها مصر لمقاومات الأمن القومي المصري ومنها التواجد في المنطقة الموجودة في جنوب رفح أو في رفح الفلسطينية في مواجهة رفح المصرية الدولة المصرية كانت محددة جدا ليس للأمريكان فقط ولكن للجانب الإسرائيلي التحذيرات كانت واضحة ومحددة بأن أي مساس بمحددات الأمن القومي المصري سوف تكون أو سوف تواجه بمنتهى الحسم والشدة هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية تفرق ما بين كونها دولة وسيطة وتقوم بدور كبير جدا في الوساطة وفي دعم المواطن الفلسطيني بالأساس وفي دعم إدخال المساعدات وفي دعم الحق الفلسطيني في المنظمات الدولية في ذات الوقت لا تنسى على محدداتها أو محدداتها التي تؤسس لاحترام للأمن القومي المصري الأمر الآخر فيما يتعلق بالموقف الأمريكي دعنا نقول على مستوى يعني مباشر الولايات المتحدة شريك متضامن فيما جرى صحيح. في غزة على مدى 7 أشهر الماضية صحيح من اليوم الأول دولة شريكة من اليوم الأول. في هذه الجرائم لأنه من اليوم الأول وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى المنطقة وراح ذهب إلى إسرائيل وقال أنا أأتي كيهودي أساندكم الرئيس الأمريكي ذاته جاء إلى الأراضي المحتلة والتقى بمجلس الحرب وأعلن دعمه الكامل كدولة لإسرائيل عسكريا وسياسيا وأمر حاملات الطائرات بأن تقترب من الشاطئ الإسرائيلي والفلسطيني في البحر المتوسط إضافة إلى التعويضات التي جرت على مدى الأشهر الماضية من الأسلحة ومن الدعم المادي الذي حول من أوكرانيا إلى إسرائيل
في هذه الحرب. وبالتالي التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والتي اعترف فيها مؤخرا أن إسرائيل اكتشفنا أن هذا ما قاله اكتشفنا أن إسرائيل ارتكبت يعني عمليات قتل بالأسلحة التي قدمناها. عجب شيء يدل يعني العجب. الحقيقة أستاذ محمد زي ما حضرتك ذكرت بالنسبة للشق الأول من إجابة حضرتك، الحقيقة الموقف المصري هو موقف واضح وصريح وقوي، حتى التحذيرات تؤخذ في عين الاعتبار وعلى محمل الجد. لكن بالنسبة للشق الآخر المتعلق بالموقف الأمريكي ومدى جدية الموقف الأمريكي المتعلق بتعليق شحنة أسلحة نرجع نعلق عليه، لكن هنروح لزميلنا محمود جميل موجود حاليا في العريش عشان يطلعنا على الصورة عنده على آخر الأخبار. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا محمد وعلى ضيفكم الكريم، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة لازالت الأوضاع في مدينة العريش ومعبر رفح يعني كما هي، لم تتغير فيما يتعلق بغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتوقف تام لدخول المساعدات بسبب طبعا القصف والاشتباكات المستمرة. لكن خليني أؤكد كمان تكملة لكلامكم على الجهود المصرية اللي مستمرة هنا في مدينة العريش أو في معبر رفح، في معبر رفح رغم كل الاشتباكات وحدة الصراع على الجانب الآخر، لكن مصر لسه مستعدة وبتجهز كمان عدد كبير من شاحنات المساعدات والأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية تحسبا لأي وقت هيتم دخول فيه المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين. فمصر مستعدة وبوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت تفتح أبوابها وكل العاملين موجودين على مدار اليوم داخل المعبر. لكن خلينا أقول لكم كمان على الجانب الآخر لازالت الاشتباكات مستمرة، ودايما في وقت متأخر بالليل بيكون الاشتباكات بشكل أعنف، بتكون القصف بشكل مستمر وبتكون كمان في استمرار للغارات الجوية، وكان آخرها صباح اليوم كان في غارتين جويتين في مدينة رفح الفلسطينية، وكان في طبعا يعني تبادل الاشتباكات وسقوط عدد من الجرحى والمصابين. ويمكن النهاردة تحديدا مع صباح اليوم كان في يعني بعض الأنباء من مدينة رفح الفلسطينية بمطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء بعض المخيمات زي مخيم الجنينة في مدينة رفح الفلسطينية ومخيم الشابورة. والنهاردة كمان كان في يعني قصف في شمال قطاع غزة أدى لسقوط 20 شهيد، تم طبعا نقل الجثامين لمستشفى الأقصى في دير البلح. وكمان النهاردة يعني تم استشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. فطبعا في حدة صراع كبيرة جدا موجودة على الجانب الآخر، والاستمرار ده استمرار القصف كان موجود امبارح. ويمكن كان في تحذير شديد جدا طبعا من الكوارث سواء كانت الصحية أو الغذائية اللي بتنتج عن تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة بسبب غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يعني كل العالم عارف أهمية معبر رفح وهو شريان الحياة بالنسبة لدخول المساعدات. منظمة اليونيسيف حذرت تحذير شديد جدا من أن المخزون الغذائي هينتهي خلال الأيام القادمة بسبب توقف إمدادات المساعدات وعدم وصول الوقود كمان والمواد الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال. وكانوا بيحذروا من طبعا الخطر اللي هيلحق بالأطفال جراء عدم وصول المكملات الغذائية وأيضا المكملات العلاجية والألبان وكل المستلزمات المختلفة للأطفال. منظمة اليونيسيف كمان أكدت على أنه خلال الخمس أيام الماضية تم نزوح أكثر من 100,000 شخص في مدينة رفح الفلسطينية باتجاه مناطق أخرى. وكمان الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه يعني خلال الفترة دي في أكثر من 200,000 تم النزوح من مدينة رفح إلى شمال قطاع غزة، وشمال قطاع غزة هي منطقة مدمرة بالكامل. وكمان الاستهداف لشمال قطاع غزة مازال مستمر، فبالتالي في تضييق خناق كبير جدا اللي هو الفلسطينيين هيروحوا فين. في مدينة رفح بيتم قصفهم وفي شمال قطاع غزة أيضا بيتم قصفهم. كمان منظمة الأونروا أكدت أن يعني في استمرار للنزوح من مدينة رفح الفلسطينية بسبب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وشن الغارات على مدينة رفح الفلسطينية. مصر كمان بتكثف الجهود الدبلوماسية والسياسية للوصول
إلى وقف إطلاق النار، وده اللي بتؤكده مصر في كل مناسبة. وكان آخرها طبعا الاتصال الهاتفي ما بين السفير سامح شكري ونظيره البريطاني والفرنسي بالأمس، وأكد على خطورة التصعيد في العملية العسكرية اللي مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية، وضرورة التفاوض السلمي والوصول إلى وقف إطلاق النار للوصول لهدنة يعني يكون خلالها في فتح للممرات والمعابر ودخول المساعدات. دخول المساعدات هيفضل متوقف بسبب طبعا تبادل الاشتباكات على الناحية الشرقية، لأن الاشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية مستمرة في رفح من الجانب الغربي، ودي المناطق السكنية اللي بيتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكمان المنطقة الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم. فهيكون صعب جدا انه يتم فتح منفذ كرم ابو سالم وعبور المساعدات من خلاله، والاشتباكات مستمره والقصف مستمر، فده طبعا هيكون صعب جدا. فلابد من توقف اطلاق النار لمرور المساعدات لمدينه رفح الفلسطينيه وايضا لقطاع غزه بالكامل. مصر دائما كمان بتؤكد على فكره رفض التهجير، ودي دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن رفض هذه الفكره، وتحدث عنها أكثر من مرة في قمة القاهرة للسلام، وفي لقائه بالمستشار الألماني في أكتوبر الماضي، وكمان في ترأسه لمجلس الأمن القومي، وأخيرا خلال لقائه بأمير الكويت في القاهرة. فمصر دائما كانت تحذر من خطورة التصعيد على الجانب الآخر، وكمان بتطالب بضرورة وقف إطلاق النار يعني تهدأ الأوضاع داخل قطاع غزة ويتم دخول عدد من المساعدات. يعني احنا هنا عندنا عدد مساعدات كبير جدا سواء في مدينة العريش او في معبر رفح. خلينا اقول في معبر رفح والساحة الخارجية لمعبر رفح، احنا عندنا هنا ساحات كتير جدا فيها الاف الشاحنات. يعني لو بنتكلم بس على مدينة العريش احنا عندنا اكتر من ساحة واكتر من نقطة فيها عدد كبير من اصطفاف الشاحنات، وصولا بمدينة الشيخ زويد ووصولا بمعبر رفح. هختم بنقطة اخيرة، انه في 11,000 مريض و جريح ومصاب على قوائم السفر. ال 11,000 دول لم يسمح لأحد منهم بالسفر بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فده بيسبب خطر عليهم طبعا، وأنه يتم فقد عدد منهم بسبب عدم وجود المستلزمات الطبية وعدم وجود مستشفيات في قطاع غزة لعلاجهم. دي كانت الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح. برجع لكم في الاستوديو مرة تاني جمانة ومحمد. زميل عزيز محمود جميل بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على نقلك الصوره بهذه الدقه. وهنكمل كلامنا مره اخرى مع الصحفي محمد صلاح الزهار. يمكن قبل ما نتابع زميلنا محمود جميل، كنا بنتكلم على فكره مدى جديه الموقف الامريكي من توقيف بعض شحنات الاسلحه لاسرائيل، ولكن حسب الصحافه الامريكيه تحدثوا عن انه مش فكره ايقاف بعض الشحنات، ولكن نوع الأسلحة المصدر أو اللي هيعطى لإسرائيل، هي دي الفكرة بشكل أكبر. فبالتالي جدية الموقف الأمريكي مش بهذا الشكل. يعني دعينا ننظر الأمر أيضا بشكل أعمق. الولايات المتحدة الأمريكية دوائر صنع القرار فيها كل مؤسسة لديها متحدث وطلع الإعلام لبيان وجهة نظره في الأحداث. إذن البيت الأبيض يقول أننا أجلنا أو وقفنا، مجلس او البنتاغون قبل 3 ايام وزير الدفاع الامريكي او المتحدث باسم وزاره الدفاع مش نفى، هو التف حوالين تصريحات الرئيس الامريكي وقال اننا يعني لم نوقف ولكن ننظر في الامر. ومتحدث باسم المنسق الامن القومي او المنسق الاتصالات الامنيه في البيت الابيض يقول انه جاري البحث عن انه هذه القنابل بتستخدم في مش عارف اكثر من 2000 طن، وانهم مش قادرين يحددوا هل تم بالفعل جرائم حرب او لا بسبب تدمير البنيه التحتيه اللي هي اصلا اسرائيل دمرتها. هذا الامر كله يعني ان الاداره الامريكيه يؤكد ما قلناه وما يقوله اي متابع ان الاداره الامريكيه اداره متورطه وتصل الى حد الاشتراك الفعلي في جريمه استهداف الفلسطينيين. لانه النهارده يعني ما الذي ينتظره الرئيس الامريكي من ان يرسل او يعني يبعث اسلحه الى اسرائيل؟ ما هي الاهداف التي تسعى اسرائيل من الوصول اليها من هدم البنيه التحتيه لغزه؟ هل هدم البنيه التحتيه لغزه وقتل هؤلاء كل هذه الالاف او عشرات الالاف هذا يؤكد او يبرر البحث عن الرهائن في غزه؟
طيب استاذ زهر، يعني اذا عدنا الى الموقف المصري، الموقف المصري من اليوم الاول هناك ثوابت للسياسه المصريه، وهناك حاله من الاصرار الشديد لضروره انجاح التفاوض والوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار. القاهره استضافت جولات متعدده مع كافه اطراف النزاع الفتره الماضيه، وكان يعني الصبر الاستراتيجي المصري لا ينتهي ولا ينفد، هناك طبعًا تصميم طبعًا لضروره الوصول الى اتفاق طبعًا. كيف تقرا هذه الجهود ومدى استجابه الاطراف؟ يعني احنا امام طرفين، اسرائيل تراوغ والجانب الاخر اصلا الفلسطيني، هناك ايضا مناوشات ما بينهما تفاوضيا يعني تحت الطاوله. نعم، كيف تقرا الموقف ما بين هذين الطرفين وايضا هذا التصميم المصري لضروره الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار؟ بداية الموقف المصري، أو تعالى نقول بشكل واضح وبشكل متجرد ودون أن يكون منحازين بأننا بنتحدث من تلفزيون مصر، مصر هي الدولة الوحيدة منذ بداية الأزمة التي لم يتغير خطابها، لم يتغير موقفها، لم يتلون، لم يتبدل، في حين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نتابع أن الرئيس الأمريكي يحذر وأنه قد يكون هناك جرائم حرب كما قالت زميلتنا العزيزة. الموقف الفرنسي يتغير 180 درجة منذ بداية الأزمة التي دعم فيها الإسرائيليون، الجانب البريطاني. ولكن نعيد أو نؤكد أن الموقف المصري من البداية بمحدداته المختلفة سياسيا واقتصاديا وإنسانيا كما أعلنه الرئيس السيسي منذ البداية، مصر ترى أن الحل الرئيسي أو الأساسي لهذه الأزمة هو حل سياسي في إطار حل الدولتين. الدولة المصرية ترى أن الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، وهذا ما أكدته المرافعة الشفوية للوفد المصري في الأمم في محكمة العدل الدولية ووضح هذا الأمر. الأمر الثالث الدعم، وكما أشار زميلنا من العريش، الغير طبيعي من مسألة إدخال المساعدات من كل حدب وصوب. ودعنا نقول ونكرر أن الدولة المصرية بشقيها الرسمي والأهلي أدخلت ما يقرب أو ما يتجاوز 80% من المساعدات. على الجانب المهم الذي أشرت إليه حضرتك فيما يتعلق بالمفاوضات، دعنا نقول أن أو أكرر ما قلته حضرتك، أن المفاوض المصري لديه صبر طويل. شوف أنا أشدد على اللفظ، لأنه هناك يعني عدم يأس من جانب المفاوض المصري لاعتبارات عديدة. المفاوض المصري إضافة إلى أنه لديه خبرة طويلة في مثل هذه المفاوضات، هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها أزمة دموية في غزة بين الجيش الإسرائيلي وبين حماس وبعض الفصائل الفلسطينية. لا، هذه جولة مفاوضات متكررة، كل مرة تكون مصر هي العنصر الفاعل في التفاوض. وكما أشرت حضرتك، المفاوض المصري يتميز بصبر وعدم يأس غير محدود قوبل به، او يعني هذا الرد الفعل او قوبل برد فعل مرحب به من كل الاطراف المعنيه بالامر والمتابعين لهذا الامر. الاضافه المهمه ان الدوله المصريه حيال اي تطور، وان شاء الله يحدث اي تطور ويحدث وقف اطلاق النار، ستكون لها دور ايضا في التنفيذ وضمان التنفيذ صحيح في حاله وقف اطلاق النار. ومن هنا يتعظم الموقف المصري. دي نقطه مهمه، يمكن حضرتك اشرت للدور والموقف المصري، أشرت أيضا للدافع المصري الحقيقة المستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية. لكن هسأل حضرتك عن نقطة مهمة جدا، وهي كيفية إدارة الموقف، إن كان من حيث المفاوضات أو حتى إدارة ما يحدث حول مصر، إنها موقف، يمكن موقف مصر كان موقف حساس بشكل أكبر أكتر من أي دولة أخرى. هنعرف كل هذه التفاصيل، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضرتك على طول. بنجدد تحية لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. لسه الحوار مستمر مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار، وقراءة كده للموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، وأيضا أخبار المفاوضات وإصرار الدولة المصرية على إنجاح التفاوض والوصول إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار. نرجع مرة تانية وتقدير حضرتك للموقف المصري والأطراف الأخرى. يعني حضرتك كتبت مقال منذ أيام في جريدة الأخبار تحت عنوان حماقات متبادلة، يعني تناغم ما بين الموقف في بعض الأحيان أو في بعض الوجوه، يعني موقف الإسرائيلي وموقف الفلسطيني أو موقف حماس. هل هناك حماقات متبادلة فعلا تحدث على الأرض؟ بلا أدنى شك، لأنه يعني النهاردة إذا تحدثنا على أنه الجانب هناك جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو جانب أحمق بطبعه. الجانب الأكثر حماقة من وجهة نظري
جانب حماس التي لا تراعي الأسس الاستراتيجية في مسألة التفاوض. هو يعني بأي منطق يكون لدى قادة حماس رؤية على أنهم يستطيعوا وقف الجيش الإسرائيلي عن السعي لدخول غزة؟ عمليات المقاومة أو الاستهداف أو الاستنزاف وارد، ولكن بالمطلق أنت تثير قضية بهذه المقاومة المحدودة، وهي في حدود ما تملك كحماس أهلا وسهلا، ولكن إلى أي حد تستخدم هذه الحمقات؟ وآخرها قبل 4-5 أيام قبل توقف المفاوضات وانهيارها خرجت قذيفة من كرم أبو سالم على من رفح على كرم أبو سالم لإثبات أن حماس لديها قدرات في رفح لما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المبادرة بدخول غزة اللي بتهدد فيها بقى 2 شهرين وعمالة تتراجع. أي من يسأل عن هذا الأمر؟ أي قرار ومن سحب هذا القرار الأحمق؟ فأنك تستسير القوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة. نحن لا 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 لا, لا نساند ولا نسعى إلا إلى إدانة دولة إسرائيل وقادتها، ولكن في ذات الوقت نريد أن يلتزم الجانب الآخر بمزيد من الحكمة. النهاردة كان الأمر على وشك أن يكون هناك اتفاق. نوع من أنواع الاتفاق. حماس وبهذه الطلقة أو الرجمة من الصواريخ قتلت عسكريين أو 3 وربما 4، ولكن في الآخر هي أثارت المزيد من الجنون لدى القادة الإسرائيليون العسكريين والسياسيين. أعطتهم الذريعة، لم تثر الجنون، لأن هو بالفعل غير عاقل، ولكن أعطتهم الذريعة، ويجب أن تقدر إمكانياتك بعيدا عن اللهجة العنترية. لكن خليني في ظل يمكن عنوان المقال حضرتك ذكرته الحمقات المتبادلة، هرجع تاني للموقف المصري. موقف المصري كيف يدير الموقف، رؤية حضرتك لإدارة الموقف من قبل الدولة المصرية في ظل المصطلح اللي حضرتك ذكرته؟ الدولة المصرية تدرك كل أبعاد هذه القضية. الدولة المصرية تلاحظي أن الدولة المصرية حريصة على ألا يكون جزء من إدارتها للأزمة التناول الإعلامي. مصر لا تريد أن يكون كل الأمور الداخلة في التفاوض على الملأ. ليه؟ ده تقديري أنا، أنا ما عنديش معلومات. أن الدولة المصرية ليست حريصة على إحراج مواقف أو إبراز مواقف تحرج طرف أو تشير إلى أمر ما. مصر ليس لديها هدف إلا المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين منذ أكثر من 7 أشهر ومنذ ما يزيد على 70 عام. وبالتالي الدولة المصرية وفي إدارتها لهذا الملف على كافة المستويات لا تميل إلا عند الضرورة. يخرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن موقف مصر في أمر ما، أو السيد وزير الخارجية يأتي أو يصدر بيان باسمه أو عن طريق تصريح لتوضيح أمر ما تقتضي ظروف التعبير. لكن بشكل عام هناك الكثير من الخبايا التي تعلمها الدولة المصرية التي تتجمع لدى أجهزة الأمن وأجهزة المعنية في الأمر سواء دبلوماسية أو أمنية في الدولة المصرية، تدرك كافة المغامرات التي يقوم بها كلا الطرفين. وبالتالي هي رغم كل هذه الأمور إلا أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك تجاوز عن هذه الصغائر. مصر تتحمل الأمر بمزيد من الصبر. مصر تتحمل الأمر كما أشرت لنصرة المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من إطلاق النار ومن القتل ومن الإصابة ومن الجوع ومن المرض. طب بمناسبة التناول الإعلامي، بعين الخبير وبعين الصحفي يعني صاحب مسيرة طويلة في العمل الإعلامي، شايف التناول والمعالجة إزاي لبعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك في محاولة لابتزاز مصر أو ابتزاز الدور المصري، وإنه المطلوب كذا وكذا وكذا؟ المعالجة الإعلامية لهذا الموقف شديد الحساسية، لأنه هذا الموقف فيه أبعاد كثيرة، حضرتك ذكرت أبعاد سياسية وأمنية، وليس كل ما يعرف يقال بالطبع في عمليات التفاوض يعني. بعين الخبير كيف تقرأ تناول بعض الأمر؟ لم يكن معهودا. الرئيس أثار أو قرر أن يرد على وزير الخارجية علني وفي لقاء في الرئاسة على الهواء، وقالها صريحة وحتى قبل الإفصاح عن هذه النية. أعلن الرئيس بنفسه، أعلن في مواجهة وزير الخارجية، لكي يكون الرسالة لمين؟ ما هو الرسالة كانت تكون واصلة للولايات المتحدة إذا ما جاء الوزير والرئيس أبلغه أو كلف وزير الخارجية بإبلاغه، وصلت الرسالة لأمريكا. لكن الرئيس كان حريصا على إبلاغ الرأي العام العالمي كله والداخلي بموقف مصر. إذا ما أتيت بما قاله الرئيس السيسي في اللحظة الأولى عند استقبال وزير الخارجية وأعدت اليوم، هتجد هو نفس التطابق. وبالتالي هذا التطابق، هذه القوة في الموقف المصري، هذا الوضوح مع الذات ومع قدرتنا ومع رؤيتنا للقضية،
بيتجاوز أي أكاذيب. كل الأكاذيب التي قيلت تجاوزت، وعشان كده هتلاقي حاليا الأكاذيب ضعيفة شوية لأنه فيها ليس لدينا الواقع بيكشفها أو واقع التحرك أو الفعل السياسي تجاوزناها. يعني الموقف المصري وفي كل مرة يتم تجاوز الكذبة، ولكن أولئك يعني دعنا نقول بشكل بقى يعني معروف في شغلتنا أنه هؤلاء الناس مستأجرين كالإرهابيين. من يدافع أو من يروج لأكاذيب على الإعلام وباستخدام وسائل الإعلام هو يعمل بأجر. ولكن كما أشرت وكما قلت أن الدولة المصرية بإصرارها بموقفها الواحد المحدد الثابت غير المتلول تتجاوز كل الأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان المسلمين وأذنبها وبعض الناس الذين لا يدركون. عشان نكون منطقيين، هي جماعة الإخوان المسلمين تستطيع في أنها تروج أو تروج عبر أعضائها، ولكن هناك الكثير ممن ليس لديهم الخبرة أو القراءة الكاملة يمكن أن يتعاطفوا مع بعض هذه الآراء أو الأكاذيب. ولكن كما أشرت الأمور وتطوراتها تؤكد أو تنفي الأمور دون أن تتعرض لها أو تكذبها الدولة المصرية. الوقائع هي التي تكذب، إضافة إلى كل هذه الأمور هي صغائر من جهات صغيرة ومن جهات لا تستطيع أو لا يستطيع أي محب لهذا البلد أن يضعها في نفس الصف مع الدولة المصرية. الدولة المصرية كبيرة ولا يجب أن تهتز لمثل هؤلاء. جميل. أستاذ محمد، بما أن حضرتك ذكرت الوقائع، فنزولا إلى الوقائع، لأي مدى يمكن أن تتمادى إسرائيل؟ وما الذي تبقى لدى حماس؟ ما الأوراق التي تمتلكها حماس حتى الآن؟ الموقفين أمام بعض. دعينا نقول أن النهاردة يعني حماس ليس لديها سوى المغامرة بما لديها من بعض الصواريخ تطلقها على بعض التجمعات العسكرية، وهذا أمر معروف أو مقدر أو له حكمة. ولكن هناك بعض الجهات الإعلامية المؤيدة للسعي الحمساوي تصور مثل هذه الأمور وكأنها انتصار عسكري. هذا الأمر نحن نريد ونرغب أن يعني يأتي يوم ويحقق الفلسطينيون جميعا حماس وغير حماس انتصار ساحق على إسرائيل. ولكن بأي منطق انه قذيفه تلقيها على دبابه فتحدث فيها اصابه؟ شيء جميل، ولكن هناك عشرات الالاف من الدبابات دخلت غزه. غزه قسمت الى قطاعات. صحيح. الشعب الفلسطيني في غزه كله هجر الى الجنوب. اي نصر عسكري يمكن ان تحققه حماس من الحماقات المتتاليه في التلاعب بلفظ المقاومه؟ لا احد عاقل يرفض المقاومه، لا احد عاقل يرفض ان يكون هناك مواجهه للاحتلال، ولكن اي عاقل يقبل الانتحار. الانتحار شيء والمقاومه شيء اخر. علينا او على حماس كما اشرت ردا على السؤال حضرتك ان حماس عليها ان تلتزم ببعض العقل وتقدر ما يجري على الارض بالنسبه لمواطنيها. مقاتليها يحتمون بالمواطنين. دعينا نقول أن العمليات المجنونة التي تقوم بها غزة لقصف أحياء بالكامل، عندما تصل معلومة إلى جهاز الأمن الإسرائيلي بأن فلان أو علان موجود في هذه المنطقة يتم قصفها بالكامل. طب من يعني من مزايا ما حدث بعد 7 أكتوبر إعادة تصدر القضية الفلسطينية ليس فقط إقليميا ولكن في الضمير العالمي. العالم كله الآن بيتعاطف مع فلسطين، مع القضية الفلسطينية، بيخرج في تظاهرات ومسيرات، حركات طلابية في الجامعات، وده أثر إيجابي مهم جدا إنه مرة أخرى القضية الفلسطينية تعود للواجهة. إلى أي مدى يمكن استثمار ذلك مصريا وعربيا في فتح الممارسات الإسرائيلية وفي إنه إسرائيل هي قوة احتلال وأنها لا تريد التوصل إلى سلام؟ كيف يمكن الاستفادة بحالة الزخم إعلاميا وعربيا برأيك؟ المفترض أن هذا كما أشرت هو ده جانب من الجانب الإيجابية في 7 من أكتوبر. ليس كل ما حدث في 7 من أكتوبر سلبيات. وأي بقول لك أي حد لديه ضمير يؤمن أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أمر واجب، ولكن كان يجب التفرقة ما بين ما هو عسكري وما هو مدني لكي لا يتم إدانة المقاومين الفلسطينيون. ولكن أما وقد حدث ما حدث، ولكن الممارسات الإسرائيلية إضافة إلى عمليات القتل المستمرة أشاعت جو من الوضوح فيما يتعلق بالتأكيد على الصفة الإرهابية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي. طب. وبالتالي يجب علينا على أجهزتنا وعلى أجهزة الإعلام المصرية أن تتابع وأن تظل على متابعة وعلى تواجد وسط هذه التجمعات. تعلم ونعلم أن هناك اتساع للاحتكاك داخل الوسط الطلابي العالمي، وهذا الأمر غير معهود. طب. وهذا الأمر يحسب أو يعني يضاف إلى الترويج اللازم أن نقوم به للقضية العربية أو القضية الفلسطينية ومن ثم للقضية العربية. هذا
الأمر يدعونا إلى أن نفكر بشكل مختلف عما كنا نفكر فيه في السابق. لا نريد، لا يجب أن يكون إعلامنا قادر على أن يخاطب العالم ولا نخاطب أنفسنا. الخطاب الإعلامي لابد أن يكون فيه نوع من أنواع القراءة للمواطن الغربي، للمقيم في الغرب. هو يريد أن يسمع جملة فيها نوع من أنواع الإدراك، أنه يريد أن يعرف الأمر على حقيقته وعلى حقيقته، وليس بشكل يقول أن نحن سوف نشعل النار في إسرائيل أو ما إلى ذلك. أنا لست في حل الآن أو في وضع أن أنا أحدد السياسة الإعلامية بالضبط التي يجب أن تتبع، ولكن أنا أحدد استراتيجية. خاطب العالم كما يريد أن يخاطب، أو كما هي عقليته بشكل أو بآخر. إذا ما لم نستغل هذه الفرصة لتطوير خطابنا الإعلامي في مواجهة الرأي العام العالمي، هنخسر كتير. ومواجهة السردية الغربية أيضا. أكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار، نورتنا في استوديو صباح الخير. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا وأفدتنا بهذا التحليل القيم في ختام صباح الخير يا مصر. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، نشوف حضراتكم إن شاء الله غدا وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر من 7 لـ10 صباحا. شكرا لك جمانة، شكر موصول لكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.